احنا النهارده هنتكلم على الهيستروسالبنجوجرافي، التكنيك والاناتومي والباثولوجي. وفي وسط الهيستروسالبنجوجرافي هديكوا هوريكوا برضو بعض حالات ام ار، علشان لما ان شاء الله لما تيجوا تاخدوا حتى محاضره الام ار تبقى الدنيا ايه اقرب شويه ايه ليكم. زي ما بقول لكم قلت لكم من شويه ان المحاضره عايزه شويه تركيز، لان بالذات في الكونجنتال انوميليز، وانا قصده في المحاضره دي ادق على بعض النقط اللي ساعات واحنا شغالين بنغلط فيها، ومش ببقى بغلط يعني، في غلطات ما باذيش فيها العيانه وفي غلطات باذي بيها العيان. ففي كذا بوينت كده لو وصلت لكم ثلاثة او اربعة مسجز اللي انا عايز اقولهم النهارده دول عندي اهم مما تعرفوا كل ايه مضمون المحاضره يعني. فاكرين الهرمون السايكل اللي قلناه مع البريست، هو بيحصل ايه مع الاندوميتريال لايننج بتاع اليوترس بعد المنستريشن. قلنا على طول البيتويتري بتسكريت ايه، احنا قلنا المره اللي فاتت الاف اس اتش اللي هو بيروح للاوفري، قلنا هيسكريت ايه استروجين، وقلنا الايفكت بتاع الاستروجين على اي حاجه ان هو ايه بيعمل بروليفريشن للحاجه ويخلي التيشو ستاف. فيجي الاندوميتريال لايننج بتاع اليوترس اللي كان فيري ثين بعد المنستريشن يبتدي يحصل له ايه ثيكنينج، واقصى حد بيوصل له الاندوميتريوم قبل الاوفيليشن. في السكند هاف اوف ذا سايكل الاندوميتريوم لايننج مش بيتخن، هو بيبقى نفس الثيكنس. لما باجي بشتغل سونار التكستشر بتاعته بتتغير، الايكو تكستشر بتاعه بيتغير، وبيتغير من قبل المنستريشن لوقت الاوفيليشن. واحنا عارفين ان احنا ساعات حتى يعني اعمل للعينه ترانس فاجينال بعرف انها وقت الاوفيليشن من شكل الاندوميتريال لايننج ايه بتاعها، لكن البروليفريشن كله بيحصل في الفيرست هاف اوف ذا ايه سايكل. يجي بعد ما قلنا الاوفيليشن مين اللي بياخد الابر هاند بقى، ما بقاش الاستروجين بقى ايه البروجسترون. البروجسترون هيجي على الثيك اندوميتريوم اللي كان تف وثيك وجامد كده يخليه ايه فرايبل. ليه بيخليه كده؟ عشان يبقى زي بيبريبير الاندوميتريوم قبل ميعاد المنستريشن ان هو يبقى ايه شد. هنيجي قبل المنستريشن الاندوميتريوم ده ثيك وفرايبل ومش هيلاقي حاجه تعمل له سبورت خالص، لان لا الاستروجين ولا البروجسترون بيحصل لهم زي ايه ويذدرول. فهيحصل ايه للاندوميتريوم؟ هيحصل له ايه شادنج، يبقى ايه شد. وهكذا بقى الدوره كل شهر ايه تبقى ايه يعني تلف نفس الدوره كل شهر. الاندوميتريال لايرز عندنا الاندوميتريوم ده معمول من تو لايرز. عندنا اول لاير فيهم اللي هو البيزل لاير، وده دايما ثابت ما بيحصلوش شادنج وقت المنستريشن، ده دايما ثابت موجود على طول. اللي بيحصل له شادنج هو الفانكشنال لاير، وهو ده اللي شكله بيتغير جورنج السايكل اللي احنا بيه زي ما قلت لكم بنعرف احنا في اي وقت لما اكون شغاله ترانس فاجينال حتى من غير ما اسال ايه العينه. فهو الفانكشنال لاير هو اللي بيتغير في خلال ايه المنسترال سايكل. كان زمان بيفتكروا، هتسمعونا بعد كده واحنا بنتكلم او اللي اشتغل فيكم قبل كده الترا ساوند بيسمع حاجه اسمها سب اندوميتريال هالو، او هيتقالها لكم برده في الام ار اللي هي بيسموها الجانكشنال زون. الجانكشنال زون دي من الزونز عندنا اللي مهمه قوي، بتدلينييت فين نهايه الاندوميتريوم وفين بدايه المايوميتريوم. كانوا زمان بيقولوا ان هي دي اللاير بيزالس اللي هي الديبست لاير اوف ذا اندوميتريوم، وبعدين بعد ما ابتدوا ياخدوا منها اخدوا بايوبسي وبتاع وكده لقوا ان بيبقى فيها بقايا مايوفايبرلز، فقالوا لا دي مش هي البيزل لاير، دي هي الموست سوبرفيشال لاير اوف ذا ايه مايوميتريوم. فالجنكشنال زون ده انا بقوله لكم دلوقتي لان هو هيبقى مهم لينا سواء النهارده مع ان احنا شغالين هيسترو انا مش شايفاه، بس هتلاقوا ان احنا في حالات كتيره قوي بضطر كومبلمنت الهيسترو بحاجه تانية، فهيبقى مهم ان احنا نعرفه. وفي الام ار ان شاء الله لما تاخدوا المحاضره تعرفوا ان هو كروشال في تحديد حاجات كتيره قوي بالنسبه لنا، الستيجنج بتاع الماليجنسيز عشان افرق بوليب من مايوما، عشان استيج اللي قلت لكم الكارسينوماز وكده، عشان اشخص ادينومايوز، في حاجات كتيره قوي الجنكشنال زون ده هو بيبقى الكي بوينت للايه للدياجنوستس بتاعنا. طيب لو انا سالتكم انتوا امتى لما بتجيلكم عيانه تعمل هيستروسالبنجوج فامتوا امتى بتطلبوا منها انها تيجي في اني وقت من السايكل؟ الفيرست هاف. اغلبيه الكتب كاتبه ان احنا من الفورث للسيفنث داي، بس اكتوالي براكتيكال يعني ده مش واقع، لان في واحده المنستريشن بتاعها 7 ايام هتقول لها لا تعالي وانت السبعه عشان الكتاب قال 7 ايام، لا احنا بنسال العيانه انت المنستريشن بتاعتك هتخلص امتى؟ هتقول لك مثلا هتخلص الخميس، او تقول لها يبقى تعالي لي السبت، هتخلص الثلاث يبقى تعالي لي الاربع او الخميس، يعني 1 to 2 days بعد المنستريشن ايه immediately. ايه السبب بقى ان انا بطلب immediately بعد المنستريشن؟ اول حاجه ان انا ما اقدرش اعملها وهي منستريتنج، لو انا في بلاد كلوتس او حاجه هتبقى ايه هتبان لي كفيلينج ديفكتس جوه ايه اليوترس. تاني حاجه ان الازمس بتاع او السيرفكس بيبقى
اكتر وقت ديستنسبل فيه اللي هو وقت المنستريشن، وبالتالي هيبقى ايميديتلي بعد المنستريشن كمان هيبقى ديستنسبل. ولما حد اللي اشتغل فيكو هيسترو هيعرف ان اكبر مشكله بتقابلكوا ايه، ان العيله بتبقى ايه موجوعه، دي اكبر مشكله. ده ساعات مع الواحد ما يعرفش يعمل الفحص عشان العيانه موجوعه، فالكون ان انا اختارها انسب وقت ليها هي بتبقى اقل الما فيه باي احسن. ده حتى فيه في بعض الحتت بيقولك انا بيدي حاجه كده شورت انستيزيا، يعني حاجه بسيطه كده ويشتغل، يقولك انا على الاقل ايه لا العيانه تقعد تتوجع ولا يحصل لها سبازم او حاجه ايه تضايقني ايه في الفحص. زي ما السيرفكس بيبقى ديستنسبل، الفالوبيان تيوبس كمان بيبقوا ديستنسبل، فبيبقى اسهل ان هم ايه يتملوا. وثالث ورابع حاجه بقى عندنا ان الاندوميتريوم نفسه بيبقى، احنا قلنا ايميديتلي بعد المنستريشن الاندوميتريوم لايننج بيبقى فيري ثين. لو انا عملت ليت في حتى في البروليفيرتيف فيز ليت او في السكريتري فيز، بنلاقي شكل الاندوميتريوم ممكن يلخبطنا مع حاجات تانية ايه كتير. طب اذا واحده جت وقالت انا عندي الريجولر بليدنج ومش عارفه امتى بيقف ومش عارفه امتى يعني بيجي، وانا مش عارف وانا عايزه اعمل لها الهيستروسالبنجوج، اجيبها امتى؟ اه بالظبط كده، هو صح، دو نوت ستيك للاب لان انا ما عارفلهاش منستريشن خلاص، مش بس هاخد بالي بقى من ايه بقى لو انا هجيبها في اني تايم، ده اخد بالي في ايه من ايه؟ اول حاجه طبعا البريجننسي، مين قال لي البريجننسي دي اهم حاجه اعمل لها بريجننسي تيست طبعا، لان انا الله اعلم يمكن بقت بريجننت في النص وده بليدنج مش اللي هو الايريجولار بليدنج اللي عندها ده بقت ايه. وتاني حاجه لازم وانا بشتغل اخد بالي ان زي ما قلت لكم لو انا عملت وفي بليدنج ممكن يبقى فيه بلاد كلوتس، والبلاد كلوتس دي ممكن تلخبطني افتكر انها عندها مايوما عندها بوليب عندها حاجه انترا يوتراين فيلينج ايه ديفكت. وبعرف منين؟ ان انا بحرك مع الحركه الايه الكلوت دي بتبقى ايه بتشينج البوزيشن. واهم حاجه كمان برضو ما حدش لما يجي يعمل لها ما حدش يشتغل باويل كونترست، احنا هنعرف بعد كده ان من الكومبليكيشنز ان ممكن يحصل لها امبولايزيشن. لو انا عملت انترافازيشن بووتر سوليبل ما فيش مشكله، بس ما ينفعش اشتغل باويل سوليبل وهي عندها بلاد فيسلز مفتوحه، يعني ايه لو هيحصل امبولايزيشن في يعني انترافازيشن في العادي مع اللي عندها بليدنج الانسيدنس اكيد اعلى ايه بكتير. طبعا وزي ما الدكتور قال البريجنسي تيست ده ايه اساسي قبل ما اعملها. طب في اي حاجه انا بطلبها من العيانه قبل ما تجيلي؟ يعني في الكتب هم كاتبين الانتيبيوتكس لو هي عندها هيستوري لبلفيك انفلاماتوري ديزيز او سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. انا عايز اقول لكم ان احنا في القصر العيني بقيت يعني اغلبيه الوقت بنديهم ورقه اليومين ثلاثه اللي قبل ما تيجي تاخد انتيبيوتكس، لان 90% من الحالات اللي بتبقى كانسلد من الهيستروسالبنجوجرافي بتبقى كانسلد عشان العيانه عندها ديستشارج او انفكشن او كده. واللي هتبقى كانسلد المره دي مش هتتاجل يوم ولا اتنين، دي هتتاجل ايه شهر كامل. فلقينا في اوقات كتيره بقينا بندي بقول لكم زي ورقه انها تاخد كورس كده انتي بايوتيك يومين ثلاثه قبل ما تيجي، وايه يعني عشان على الاقل نوفر عليها ايه وقتها. في ناس بتدي زي ما قلت لكم يا اما حاجه انستيزيا خفيفه او تديها نان ستيرويد الانتي انفلاماتوري علشان الوجع البين. والبين زي ما قلت لكم اكتر حاجه بتضايقنا واحنا بنشتغل، ان لو العينه دي لو احنا يعني كانت موجوعه العينه لا انت هتعرف تشتغل ولا هي هتعرف تنام وهيحصل لها سبازم يعني بتخش ايه في مشاكل كتير. طيب الحاجه دايما اللي انا يعني كلنا لما بنشتغل دايما بننسى يعني ادميه العيان، يعني لو قالت اي بس اسكتي يعني، والاغلب في اغلبيه الحتت بنتعامل مع العين كان العين ده ما بقاش بني ادم، كان هو المفروض هو جاي يبقى صخره تحتين، مع ان عشان تبقوا عارفين انت ممكن تكسر يعني العينه بتاعه الهيسترو دي. انا ساعات اخش على النوابه الاقيهم عمالين يتخانقوا مع العينه وبتاعه كده، لا هو كسبها من الاول، هي ممكن حتى لو موجوعه بس واثقه فيه مش هتبقى خايف، يعني هو جزء كبير من الوجع ده بيبقى خوف مش كده، لكن هو لازم يكسب ثقتها. وكمان الخيمه العيانه بحاجه، يعني انا دايما اقول لها ايه بصي على المونيتور ده شوفي ده احنا بنعمل كذا ده انت الحمد لله كذا، يعني لازم هي تبقى ايه الخيمها باي حاجه. حتى العيانه وانت بتشتغل الترا ساوند بتفرق قوي مع العيانه اما انت توري له على المونيتور وتقول له ده انت عندك كذا او بصي دي الحته السوداء الصغيره دي، يعني حتى لو عنده حاجه يعني وحشه بعد الشر بس بيكون الثقه اللي بينك وبينه دي بتخلي حتى استقباله للحاجه احسن من ان الواحد يتعامل معاه كانه او يبقى قاعد متجهم ما يقولوش ولا كلمه. ويعني اكسبوا العيانه هتبقى اسهل لكم بكتير ايا كان الفحص اللي احنا بنعمله.
فزي ما بنقول سلمان لازم الواحد يبقى اولا انت تبقى هادي, مش ما تبقاش عصبي ولا كده, لان هي العينه لوحدها جايه متعصبه, مش ناقصه عصبيتنا احنا ايه عليها. ولازم تقول لها احنا نعمل كذا هنكذا, بس طبعا مش تقول لها ايه انا همسك لك بالفورسلم اللي هو فيه بتاع وحمسك لك في عنق الرحم بتاعك يعني ايه طبعا ايه تقول لها الحاجه ايه بالايه بالمعقول يعني, وزي ما قلت لكم تخليها تبص على معاك على المونيتور, هي يعني هتتلخم فهتنسى اساسا انها ايه موجوعه. ولازم تقول لها, لازم تطمنها, انت متخيلين احنا المين انديكيشن دلوقتي اللي بنعمل بيه الهيستوسالبنجوجرافي هو الانفيرتيليتي. عينه الانفيرتيليتي دي بتبقى يعني هي وجوزها لفوا على طوب الارض وصرفوا دم قلبهم عشان يعني يتعالجوا, فبتبقى بالنسبه لها ان انت مثلا تقول لها لا تعالي استلمي النتيجه مثلا كمان اسبوع, دي لا بالنسبه لها بتبقى حاجه يعني الاسبوع ده بقى مش هتقعد مش هتنام طول الليل. فيعني راعوا النفسيات وكده, لان يعني بقول لكم يعني الواحد احنا عشان بنتعامل كتير معهم, لا في عينين فعلا بيبقوا يعني ديسبرت على الاخر, وهم جايين بيبقى نفسهم يتعلقوا في اي حاجه ان ايه ان حد يقول لهم ده انت كويس او ايه السبب, حتى مش لازم ان انت تقول له انت كويس, بس يبقى عارف سبب هو ليه حصل ايه الانفيرتيليتي. زي ما قلنا المين انديكيشنز يمكن دلوقتي نقدر نلغي اغلبيه الانديكيشنز, لكن المين انديكيشن عندنا هو ايه الانفيرتيليتي, لان ما بقاش حد دلوقتي عينه عندها مثلا ابنورمال يوتراين بليدنج وتيجي تعمل او الفيرست ستيب انفستيجيشن بتاعها بيبقى الهيسترو, ما حدش عايز يشخص لا مايوما ولا بوليب ولا كده بالهيسترو دلوقتي, اللي بيتشخص بالالترا ساوند بالام ار بكده, لكن ما بقتش دي الفيرست ستيب, لكن ما زال الهيسترو له الابر هاند في ايه في الانفيرتيليتي, وبالذات لو انا شك ان سبب الانفيرتيليتي تيوب الايه بلوك يعني اي او ادهيج او بلفيك ادهيجنز. مفيش اي اكزامينيشن تاني بيدخل في اي منافسه مع الهيسترو ان هو يشخص بلفيك ادهيجنز او تيوب الادهيجنز, فهو واخد الابر هاند. فالمين ايم عند الانديكيشن عندنا في الهيستروسالبنجوجرافي هي الايه الانفيرتيليتي, ما عدا ذلك بقى اللي عايز يقول واحده بتجيلها ريكارنت ابورشن ابنورمال بليدنج افتر تيوب الليجيشن, واحنا حتى العمليات التيوب الليجيشن عندنا مش كومن يعني مش كتير قوي ناس اللي بيطلبوا مثلا هي وهي بتعمل سيزارين حد ايه يبلوك ايه التيوبز عندنا. الكونترا انديكيشنز طبعا عندنا الكونترا انديكيشنز مهمه, طبعا البريجننسي ايه ابسولوت كونترا انديكيشن, الالرجي بنعتبره ريليتيف كونترا انديكيشن, لو هي كان عندها ادت هيستوري انها قبل كده عملت اي فحص بالصبغه, انت قلت لي ما جيش على الجنيه مش كده لو هي كانت عملت اي فحص بالصبغه قبل كده وادت هيستوري ان حصل لها يعني الرجي قبل كده, يبقى انا لازم ابقى ايه عامله حيطه شويه وانا بشتغل المره دي ادي لها اي حاجه انتي الرجيك او اديها حقنه كورتيزون قبل ما ابتدي. طبعا المفروض ان انا ما اعملش انترافازيشن خالص, بس ليه انا بعمل الحيطه دي على اساس ان يمكن يحصل لها انترافازيشن, فانا ايه بعمل احتياط عشان ايه ما بوظش الفحص. طبعا الانفكشن برضو من الابسولوت كونترا انديكيشن, ان هي ممكن يبقى عندها شويه فاجينايتس انا بقلبهم لها بايه بالبلفيك انفلاماتوري ديزيز خالص, يعني اقلبها من حاجه فيري يعني حاجه خفيفه خالص لايه اقلبها بمشكله كبيره وايه كده. فالانفكشن ابسولوت كونترا انديكيشن, وبري منسترول زي ما قلت لكم مش هنعملها الا اذا كنا مش عارفين للعيانه منسترويشن, فانا هعملها وانا حظي بقى هي طلعت فعلا دي المنسترويشن بتاعتها ولا يعني اللي انا مش عارفه ان عندها بليدنج ومش عارفه امتى المنسترويشن بتاعتها. طب ايه الكومبليكيشنز بقى؟ زي ما قلت لكم اول اكتر حاجه بتقابلنا ان العيانه تقول اي وانا بشتغل ان هي هتتوجع, وده عادي, ده ان ما كانتش هي فعلا موجوعه من الخوف هتقول لك اي قبل ما تبتدي حتى, يعني ممكن ما تقربلهاش خالص تلاقيها هي على طول متوجعه لان هي خايفه لا تتوجع, فبيحصل كده. والانترافازيشن زي ما قلت لكم لو هو طبعا باويل كونترست يبقى ايه مشكله كبيره, انما لو بووتر كونترست وهي ما عندهاش الرجي يبقى ايه مش مشكله. والفازوفيجل اتاك والهيمرج, الهيمرج عادي ان يحصل لها بعد الهيستروسالبنجوجرافي سبوتنج, بس ساعات وهقول لكم ليه لو مسكنا بالفولسيلم, بس هنعرف في اني مكان اللي نمسك فيه بعد شويه, لو مسكنا بالفولسيلم في مكان غلط ساعات العينه يحصل لها ايه بليدنج كتير بقى هيمرج فعلا بعد الفحص. والانفكشن وطبعا ده المفترض ان احنا لو شغالين صح ما ندخلش للعينه احنا ايه انفكشن. نعم لا مش كونترا انديكيشن, لا مش سامع حضرتك, البين وجود انديكيشن لانه
لا يعني good indication ان التوبس patent. لا انت عشان تقصد لما بيحصل سبيل في البريتونيل كافتي ساعات بيحصل بين. لا بس ساعات البين مش بيجي بس من السبيل, بيجي من بيحصل عندها زي سباز. طب هنيجي نبص على الكونترست ميدي, هنلاقي الاويل كونترست والووتر كونترست, ووتر سوليبل كونترست, الاثنين بيعكسوا بعض. يعني الميزه في ده هتلاقيه عيب في الثاني على طول. يعني لو قلنا ان ده الاويل كونترست بيبقى مور دنس فانا اشوف احسن, هتلاقي ان الووتر سوليبل لس دنس. ده بيتر يوترس فيجواليزيشن, ده بيتر فالوبيان تيوبز ايه فيجواليزيشن. هنا بيحصل عندي ديليت سميرنج, هنا بيحصل عندي ايه ايميديت سميرنج فانا بخلص الفحص على طول. هنا الصبغه بتقعد عندي وقت كفايه ان انا اصور براحتي واحمض براحتي, دي على طول بتديسابير. يعني لو انا صورت والصوره طلعت مش حلوه بضطر ان تاني عشان الاقي اصور ايه صوره تانية. طبعا الاويل كونترست لو سيريس كومبليكيشنز, بس في نفس الوقت لقوا انه له ثيرابيوتيك افكت. في بعض البيبرز اتعملت لقوا ان 60% من العينات اللي هم سبب الانفيرتيليتي عندهم تيوبال اديجنز في ظرف في سنتين او سنه بعد الفحص بيبقوا بريجننت. بيقولوا ان الاويل كونترست عشان تقيل فاحنا بنحقن ساعات وهو خارج يقطع الاديجنز دي, فلقوا ان بيحصل لنسبه اكتر من ثلثين العين بيحصل لهم ايه pregnancy في ظرف. انا مش فاكره الصراحه البيبرز اللي كانت معموله سنه او سنتين يعني, بس ايا كان يعني. ففي دكاتره نسا كتير بيحبوا حتى تقيهم هم بعتين لك عايزين هيستروسالبنجوجرافي with oil contrast medium. خلاص العكس بقى تماما, هنا الهيستروسال water soluble less complications بس ملوش اي therapeutic effect. يعني الووتر soluble لو لقى adhesions هو هيوقف عندها مش هيقدر ايه يزقها ويخرج زي ايه الاويل contrast. طب التكنيك هنقوله يعني بسرعه كده, بس هقول لكم على نقطه معينه بس لازم ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل. طبعا اهم حاجه تخلوا العينه ايفاكويتر بلادر, لان هتبقى ايريتيتد طول الفحص لو هي ايه فول بلادر. ولازم تنام في اللايثوتومي, احنا عارفين طبعا انها بتنام في اللايثوتومي وبين لوبريكيت السبيكولم, وعارفين ازاي احنا بنتروجوس السبيكولم. اهم نقطه بس انا عايزه اقولها لكم, طبعا الستيريلايزيشن دي حاجه مهمه, من فين نمسك بالفورسيلا. عندنا انتوا عارفين اليوتراين ارتيز ماشيه فين, على جناب اليوترس. يبقى وانا ما امسكش عند الساعه 3 وما امسكش عند الساعه 9, يا امسك اوبليكيتي شويه يا هنا او هنا او هنا او هنا. صحيح ساعات لما بمسك من قدام واجي اشتغل بيفضل بقى الفورسيلم يضايقك طول ما انت شغال, فامسك من ورا بقى او امسك من قدام بس هات على الجنب شويه واستحمل بقى ان انت تبقى متضايق شويه. لكن اهم حاجه ما امسكش من الجنب, اللي هو اغلبتنا بنعمل كده. يعني الاغلبيه يجي يمسك من الجنب يقولك عشان ما يضايقنيش, لكن هو مش هيضايقك بس هيأذي العيان, لانه زي ما قلت لكم الار المين يوتراين از ماشي على جناب الايه اليوترس. المهم انك ما تجيش عند الساعه 3 والساعه 9. بس الساعه 12 بقولك المشكله فيها ان انت طول ما انت شغال هتلاقي البورسلم عمال يضايقك في ايدك يعني, فخليه حتى على جنب شويه كده يعني الساعه 10 مثلا كده. خلاص وبعد كده بنحط الكانيولا ايه وبنحقنه. برضو من النقط المهمه قبل ما ندخل الكانيولا نملاها صبغه, مش ندخل الكانيولا وبعدين نبتدي نحقن الصبغه. يبقى احقن بطول الكانيولا بايه كله ايه هواء. انا احقن املاها الاول الكانيولا بره وبعدين ايه ادخل ايه واحقن. طب ايه اللي انا متوقعه بقى اشوفه في فحص الهيسترو؟ طبعا قبل ما ابتدي الفحص من الاول من الاساس لازم اعمل ايه بلين فيلم. هدور على ايه بقى في البلين فيلم؟ هو اهم حاجه ان انا بظبط ايه الدوز بتاعي صح. تاني حاجه بدور على اي راديو اوبيك حاجه موجوده ممكن تختفي بقى وانا يعني دي ايه عندنا هنا بلفيك فليبولاي. طب دي ايه هنا الكالسيفيكيشن مثلا نمره 2 ده ايه؟ دي شكلها كاركترستيك لحاجه اللي هي مين كان السمارة اللي فاتت اللي عمال يقول لي الورلي كالسيف, كان حد قاعد هنا بتاعه الايه الفايبرويد. فدي مهم ان انا اعرفها ولا لا, لانها ممكن هتعمل لي ديستورشن في شكل الايه في شكل اليوترس. طب نمبر 4 الكالسيفيكيشن دي في ايه؟ في الالياك فيسلز. وهنا نمبر 3 دي ايه؟ فليبلس بارتو. طب دي ايه هنا عندنا؟ ده انا مش معقول بعمل لها اي في بي وهيسترو مره واحده صح؟ اكيد ما هيش الاثنين. فدي ستون بلادر. ايوه هي طوبه بالظبط.
بعد كده لما تيجوا نشتغل اول فيلم اخده اليوترس بس اللي مليان، ما تحقنوش كتير وبعدين تصوروا، احنا بنحقن شويه شويه ونصور، لان كل فيلم له قيمته. لما بيحصل احقن كتير واصور ساعات ما اعرفش اشوف التيوبس وسط الصبغه والدنيا كلها تتعكس، ابقى ما اعرفش ابقى شايفه الدنيا كلها اوفرلابينج مع بعض. فاول فيلم باخده اللي هو اساسا بيهمني فيه ان انا اشوف اليوترس. ايه اللي يهمني في اليوترس؟ انا لما باجي اعلق في النورمال هيستوسالبنجوجرافي ايه اللي بيهمني فيه؟ اول حاجه الشيب بتاعه. الشيب بتاعه ايه؟ تراينجلر، خلاص. لكن في اهم من ان انا اقول ان هو تراينجلر، عندي حاجه مهمه قوي فيه، الفندس بتاع اليوتراين كافيتي. الفندس بتاع اليوتراين كافيتي، وعايزين كلكم تفتكروا الحكايه دي، الفندس بتاع الكافيتي وبتاع اليوترس نفسه لازم يا اما يبقى فلات يا اما يبقى سلايتلي كونفكس. لو ابتدى يبقى كونكيف يبقى احنا عندنا فيه باثولوجي معين. خلاص، اهم نقطه قلنا ان هو تراينجلر ان شيب، ولازم الفندس يبقى يا اما فلات يا اما ايه كونفكس. ده سلايتلي كونفكس، الكونفكس ما يضايقنيش. طيب في عندي دايمنشنز المفروض اعرفها. السايز بتاع اليوتراين كافيتي قد ايه؟ افريج بيقولوا ان الافريج يعني في اغلبيه الستات هيبقى اراوند 35 ملليمتر. طبعا واحده جت قالت لي انا خلفت 7-8 مرات ما توقعش الاقي اليوتراين كافيتي بتاعها ايه 35 ملي، اتوقع الاقيه بقى اكبر بكتير. والحاجه الثانيه اللي عايزه اقول لكم عليها ان احنا خلي بالك واحنا شغالين في الهيسترو احنا شايفين الكافيتي مش شايفين اليوترس. معايا؟ احنا مش بنشوف اليوترس، احنا شايفين ايه؟ اليوتراين كافيتي. نعم؟ لا اللونجيتيودنال. من الفندس لغايه اخر ثواني اهو، من هنا لهنا. المفروض انها حوالي 35 ملي، بس هو سايز مش مهم. الاهم عندي اللي هو الانتر كورنيوال ديستنس. ده ايه هو الانتر كورنيوال ديستنس؟ الكورنيو هي مكان ما الفالوبيان تيوب طالعه من اليوترس. يعني لما اجي الاقي الفالوبيان تيوب دي طالعه من هنا والفالوبيان تيوب دي طالعه من هنا، بقيس الديستنس ده بينه، ده برضو بيبقى حوالي 35 ملي. وده له اهميه عندنا هنعرفها بعد كده مع الكونجنيتال ايه انامنيس. بس اللي عايزه اقوله لكم، محدش يعمل هيستوري يجيب المسطره ويقيس، يا اما تكون شغال اساسا على جهاز ديجيتال يا اما ما تقيسش، لان انتوا عارفين كلنا ان ممكن يحصل ماجنيفيكيشن او كده، فمحدش يقيس دايركتلي كده على العينه، يبقى ايه هيقيس اكيد ايه غلط. طيب بعد كده بنعمل ايه؟ بنعمل فيلم، بنعمل فيه فيلينج للفالوبيان تيوبس. ايه البارتس بتاعت الفالوبيان تيوبس اللي احنا عارفينها؟ هي مكتوبه لنا هنا اهي. اول حاجه اللي هو الازم الانترستيشال بورشن، اللي هي حته في التيوب قبل ما تخرج من الايه من اليوترس. وبعدين عندي الازمك بورشن اللي هي النارويست بورشن اوف ذا تيوب. بعدين الامبولري اللي هي زي يعني نسميها زي الرودها او المدخل يعني. وبعدين الانفانديبولا. وبعدين عندي الفيمبريال ايه اند. لما تيجوا نعلق على التيوب في الفالوبيان تيوب في الهيستروسالبنجوجرافي بيهمنا ايه؟ ثلاث نقط. ايه هم بقى الثلاث نقط دول؟ اول حاجه الكاليبر، ان احنا نقول انها مش ايه ان افريج كاليبر، او ان هي مش ايه مش دايليتد. تاني حاجه بنحب نعلق عنها ان هي ايه بيتنت، بنقول انها بيتنت لما يحصل عندنا ايه سبيل، طالما حصل سبيل ايكوالز ايه ان التيوب دي بيتنت. تالت حاجه بنحاول نبص على الميكوز اللايننج بتاع التيوب. بحاول صحيح مش بيبقى افيلبل عندنا في كل الفحوصات، بس في نسبة كبيرة منهم بقدر اشوف اقول ده التيوب دي الميكوز اللايننج بتاعها كويس. ايه اهمية ان انا ابص على الميكوز اللايننج؟ بالذات ادق لو لقيت التيوب دي دايليتد. عارفين دلوقتي ان هم بيخشوا بانترفنشنال، بيخشوا بقسطرة جوه التيوب، بيحاولوا يسلكوا الاديجنز، يعني في بروسيجرز كتيرة بتتعمل دلوقتي لتسليك الاديجنز. كانوا زمان يقولوا اللي عندها اديجنز سيبوها زي ما هي خلاص، ما اقدرش اعمل لها حاجة. لو انا دخلت الاديجنس هسلك دي واعمل لها اديجنس ثانيه. دلوقتي في بروسيجرز بتتعمل، بس مش كل تيوب اقدر اسلكها، يعني لازم يكون الميكوزا بتاعتها سليمه عشان اقدر اسلكها. ليه بقى؟ لان انتوا عارفين الفيرتلايزيشن بيحصل فين؟ جوه الفالوبيان تيوب، صح؟ لو انا عملت فيرتلايزيشن في جوه التيوب والتيوب دي كانت ان هيلثي، الفيرتلايزد اوفم هتقعد جوه ايه التيوب، مش هتعرف التيوب دي تعمل بيرستالسيس ولا تزقها ناحيه الكافيتي اللي هي مكان الطبيعي للامبلانتيشن. فالنتيجه ان انا سلكت للعيانه الادهيجنز بس جبت لها ايه عجلها بقت بريجننت، بس اكتوبيك بريجننسي، وتبقى شق ويعلم بقى يا تعيش يا تموت بعدها.
خلاص. فيبقى انا لازم عشان اقول لبتاع النساء انت هتخش تسلك التيوب دي لازم اقول له دي هيلثي تيوب خش سلكها ولا ان هيلثي تيوب سيبها بقى زي ما هي، وشوف بقى طريقه تانية تعمل لها بيها ايه، تبقى بريجننت بيها تعملها ارتفيشال انسيمينيشن تعمل ايا كان، بس ايه ما ينفعش ان احنا ايه نستعمل التيوب دي ان هي ايه تبقى بريجننت منها. ما هو بص حضرتك بقى هنا لما كبرنا دي الميكوز الفولت المفروض تبقى بارلل للتيوب، ماشيه بارلل للتيوب. اي تيوب اي هولو اورجن عندنا لاين بالميكوز هتلاقي دايما الفولتس بتاعته ماشيه غالبا بتبقى ايه اللونجيتودنال للهولو اورجن دي، زيها كده برضو الفالوبيان تيوب معايا اهو اللي هو الخط الاسود ده باين ولا مش باين عندك؟ دي المفروض تبقى ايه هيلثي ايه تيوب. هي اكتر حته اصل الحته اللي ورا اللي يعني بتبقى الاسمك بورشن كانت رفيعه قوي، فانت عاده لو هتدور على الميكوزا هتدور عليها في الديستال ال. نعم لا الكاليبر هو الافريج حوالي 2 ل 3 ملي، هو سبجكتيف شويه لان الكاليبر بتاع التيوب اول ثرو التيوب مش بيبقى زي بعضه، بس عاده انت بتقول ان التيوب دي بلوكت لما بيكون عندك كذا ساين هي دايليتد شويه وما حصلش من عندها فيها سبيل من ناحيتها، فدي دول مع بعض بيبقوا كده. لكن افرض لقيت شوب 3 ملي ونص مثلا هتقول دي عندها هيدروسالبنس وهي عندها سبيل منها كويسه قوي؟ لا. لكن لو لقيت شوب 6 ملي لا دي دايليتد ايه تيوب. لا المفروض ان انت الهايست نورمال عندنا هنا في اللي عند الانفانديبيولر والامبولري بورشن في الديستال اند بتاعها، ودول اكتر حته برضو اول ما بتبقى التيوب دايليتد اول حته بتبقى دايليتد لان هم الموست ديستنسبل واوسع حته اساسا واقرب حته للابستراكشن، فهم اول حته بيحصل عندها الدايليتيشن اللي هي الديستال اند اوف. طب وزي ما قلنا بعد كده باخد فيلم والكونتراست ايه مع الكونتراست سبيل، وقلنا كونتراست سبيل ايكوالز ايه بيتنت ايه تيوب. وبعد كده باخد ايه في كانوا ساعات يقول لك نقعد نعمل مانيبيوليشن عشان نشوف اليوتراين فاندس، بس يعني انا بصراحه ما يعني بشتغلش بيها، دي كانت صوره من بيبر يعني مش ان هو يقعد يحرك العينه يخلي الكونتراست يعمل ديلينيشن لليوتراين فاندس عشان يحاول يشوف شكل الفاندس شكله ايه، بس طبعا ما هو يعني الفاندس بتاع بقى المايوميتريم مش الـ مش الـ مش الـ الـ بتاع اليوتراين كافيتي يعني. بس يعني صعب شويه ان الواحد ايه يقعد بالشغل ان انا حتى حرك العينه وهي فيها. نعم عايز ايه؟ لا ده الفولوبيان تيوبس دي واحده ودي واحده وده الصبغه اللي ديلينيتنج الفاندس. في نقطه مهمه كويس ان هو شيف وقفني وفكرني بيها، الحاجه كمان اللي عايزاكم تفتكروها على الفالوبيان تيوبس، كل الفالوبيان تيوبس بيبقوا كونفوليوتد وواقفين عاملين كده، ده النورمال تيوبس اليوترس يبقى هو واقف والتيوبس دي واقفه وعامله ايه زي ما تكون واحد فارد ايديه كده خلاص. لو التيوبس دي وقفت وحطت إيه بقت جنب اليوترس كده يبقى في باثولوجي وهنعرف هو ايه. لو ما بقتش كونفوليوتد زي ما احنا واخدين عليها ان هي تبقى كونفوليوتد يبقى ايه يبقى برده في ايه باثولوجي هناخدهم بقى واحنا ايه. لا ده ما بقول لحضرتك ده الكونفوليوشنز دي ده النورمال بتاعها، النورمال ان هي تبقى كونفوليوتد كده وتبقى بس المين دايركشن بتاعها انها ماشيه بالعرض. ده انا اقلق لو ما لقيتش الكونفوليوشنز دي. يعني ما هو برضو انت على حسب الكافيتي يعني في واحده انا العادي ان انا من 3 ل 5 سنتي هيملوا لي الكافيتي، بس في واحده جات لك مخلفه كتير قبل كده والكافيتي بتاعها فهتحقن اكتر. مش عايزه اقول لك انا مره اشتغلت في مكان ما يعني كانت جايه في ناس بيجوا انفستيجيتو انفيرتيليتي بعد 4 بيبي و5 بيبي وكده في ناس كده مش او نعم هبقى اوريكم واحده منهم يعني وهقول لك دي كانت بعد 7 بيبي ف نعم لازم تخفف الكونتراست وعلى واحد لواحد يعني عشان الووتر صلب لو خففته عن كده ساعات لما بيبقى خفيف قوي لو انت عايز تشوف التيوب في الكافيتي بيتشاف، بس التيوب لو خففته اكتر من واحد لواحد ساعات ما بتقدرش تشوف التيوب عادي فاحسن كده. وبعدين قلنا اخر فيلم بقى بناخده اللي هو البلفيك سبيرنج اللي هو ايه بيبقى زي توزيعه الصبغه جوه البلفيك كافيتي.
مفروض ان السبقه تتوزع تبقى هوموجينس. حتى احنا لما بنيجي نعلق عليه بنقول ان في ايه هوموجينس سمير خلاص. لو لقينا السبقه لوكيليتد في حته دي برضو بتانديكيت ان في ايه سيرتن باثولوجي ايه في الحته دي. الووتر سولبل بعدها على طول. الاويل بقى هو اللي ممكن تاخده حتى تاني يوم بيفضل الصبغه جوه الكافيتي. بس هو دلوقتي الصراحه اساسا الليبيدول بقى قليل قوي بيتباع. يعني احنا مش 90% 99% بنشتغل بالووتر سولبل. انتوا حد فيكم شغال هيسترو بره؟ يعني بنشتغل على طول دلوقتي بالووتر سولبل. نادر قوي لما جيلنا حد عايز بالذات بالاويل كونتراست فبنعمل. نعم ما كده يبقى عندك ايه البلين يوتراين فيلينج وبعدين التوبس والسبيل والسمير. ممكن التوبس والايرلي سبيل تشوفهم مره واحده يعني ممكن تختصر بدل ما يبقوا خمس افلام. ان الصبغه ابتدت تدلق بره الفالوبين تيوبس عشان تانديكيت ان التوب دي بيتنت خلاص. يعني مينلي اربع لخمس افلام. طبعا ده الايديال. انت لما بتلاقي باثولوجي بتبتدي ايه تقول لا ده انا هصور مثلا هاخد وضع تاني او هصور حاجه. لكن الايديل على الاقل هيبقى عندك اربع افلام. لا ده الووتر سولبل ده دايركت. احنا عاده يعني انا بتضايق لما بتجي لي فحص معمول عندنا في النساء لان هم مش شغالين اندر سكرين. هو بيروح حقن 10 سنتي ومصور وخلاص. بس المفروض انت لو شغال اندر سكرين بتحقن واول ما تلاقي الكافيتي بقت ديستنت تصور فيلم. تلاقي التوبز بتاعي كده صور الفيلم التاني. يعني اندر سكرين بتبقى شايف. لو جهاز عادي ما تشتغلش عليه؟ نعم لا ما هو بقولك بتضطر تشتغل عليه. ما هو في النساء بقولك عندنا بيشتغلوا عليه بس مش بتطلع الحاجه. يعني اوقات كتيره يجيب لك الحائن والصبغه مغرقه البلفس وانت مش شايف التوبز. طب الصبغه دي جت من اني تيوب فيهم ولا جت طلعت من الاثنين ولا يعني فاهم. فالافضل طبعا انت تشتغل اندر سكرين. ايه السبيكتروم اوف بيت فولز بقى عندنا او اهم حاجه احنا بنعملها زي ما قلت لكم. لو انا دخلت الكانيولا من غير ما احقن صبغه فيها يبقى لايبل ان انا ادخل هواء. حتى احيانا كتير لو انا الصبغه اللي في السرنجه خلصت وجيت ابدل السرنجه امله اجي ان تاني تروح داخلالي اير بابل فتعمل لي فيلينج ديفكت زي كده. اعرف منين بقى ان دي اير بابل ولا مش اير بابل؟ ايه البروسيجر اللي انا بعمله؟ بس البوزيشن بتاع العينه ساعات بيبقى صعب قوي ان انت تغيرها لان بتبقى الفورسيلم وانت ماسك وحاطط السباكيولوم وبتشتغل وبتحقن. فلو انت عندك التيبل بتاعك بتلت غير شويه في التلت بتاع التيبل او كده ان انت تحقن صبغه تاني هتلاقي الاير بابلز دي تبقى ايه ديسبليسد من مكانها. وطالما اتحركت يبقى خلاص ما هيش ايه لا هي بوليب ولا هي سب ميوكس مايوما عامله ايه الفيلنج ديفكت ده. تاني بيت فول عندنا اللي هو اللي حاصل هنا. ايه اللي حاصل عندنا هنا؟ انترافازيشن بقى. انترافازيشن ده عاده بيحصل ليه الانترافازيشن؟ ان واحد لقى التوبز بلوكت وهو مصر والله لملاها يعني حملاها وعمال بقى يحقن فيري فورس في الانجكشن اجينست البلوك تيوبز. دي اكتر سبب بيحصل فيه. لكن عند بعض الستات بيحصل يعني حتى لو ما عملناش ايه فورس في الايه انجكشن. لكن اكتر سبب زي ما قلت لكم ايه وزي ما قلنا قبل كده ان لو انا شغاله بوتر سوليبل اقصى حاجه ممكن تحصل للعيانه ايه الرجي. انما لو اويل سوليبل بقى دي بقى ايه لا من ساعات بيحصل من التوبس كمان. ساعات بيحصل من التوبس بس الاكتر من اليوترس. لا 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 مش رابتشر. لا مش ده احنا لدرجه رابتشر ده انا ببقى مفتريه بقى لو عملت لها رابتشر. لا بتدخل جوه البلاد فيسلز جوه الفينز. لكن لو عملنا رابتشر بقى ده اكيد العينه مش هتعول لك لغايه ما تعمل لها رابتشر يعني خلاص. يعني ده اهو. نعم دي التوبس بلوكت. حد عمال يحقن هي والتوبس بلوكت في عندي سبيل من اي واحده فيهم؟ لا وقعد يحقن لدرجه ان ابتدى يحصل عندنا ايه انترافازيشن. ده في بعض الاحيان يعني عندي حلقه او اتنين تالي حاجه منهم يمكن اكون جايبها لكم بس مش عايزه اغششكم بقى اللي هو اللي كده. ساعات تيجي مثلا وانت بتشتغل يحصل انترافازيشن بعدين تيجي تصور العينه بقى اخر فيلم تلاقي عندها اي في بي بقى واليوروترمالي والفلفيكاليسيل. يعني ايه تلاقي الدنيا ايه حصل يعني الصبغه لفت وبقت اكسكريتد ايه من كده. في عندنا حاجه دي رير لما بنشوفها اللي هي المايوميتريال فولز. لما هناخد الديفلوبمنت بتاعت اليوتس تعرف ان هو معمول من تو مولاريان داكتس
لما بيجي يلحمه ساعات بيفضل فيه زي ديفكت كده مكان اللحم. لو انا ابتديت احقن هيبان لي كده المنظر فافتكر ان فيه فيلينج ديفكتس. بس كل ما اليوترس يبقى كل ما احقن اكتر واليوترس يبقى ديستندد هتلاقوا الفولس دي ابتدت تتفرد. لما اليوترس يبقى فولي يعني فول على الاخر الفولس دي هتختفي ومش هشوفها. بس دي نادر قوي لما بنشوف المايوميتريال ايه فولس. في عيب برضو تاني عندنا, تفتكروا ايه العيب اللي حاصل هنا؟ يعني انتوا لو من المنظر كده حاسين ايه الغلط اللي في اليوترس ده؟ لا غير ان هو مقلوب. بص هو في اليوترس ولو ايه كونتور تاني زي خيال كده, لو زي دبل ايه كونتور. تفتكروا ايه اللي حصل للعينة دي؟ هي اتعمل لها فحص في وقت مش مظبوط في السكريتري فيز. مش احنا قلنا في الايرلي فيز الاندوميتريوم لايننج بيبقى طف وماش هيعدي, المفروض ان هو ما يعديش الصبغه خالص وبالذات في الايرلي وكده. لكن لو انا عملت بقى ليت سكريتري اللي هو البروجسترون واخد الابر هاند, فاه في عندي اندوميتريوم بس الاندوميتريوم ده لاكس والصبغه ممكن تدخل في كريبتس كده بين الاندوميتريال لايننج فتعمل لنا زي دبل كونتور. صحيح مش هتبقى دنس زي الصبغه اللي جوه الاندوميتريال كافيتي بس هو هيعمل ده. يعني ده الفحص اتعمل في اللي في السكريتري فيز ليت عن الوقت اللي هو ايه اللي قالته ايه اللي المفروض كنت اعمل فيه الفحص. دخلت يعني عارف زي ما انت تقول مثلا انت عندك الكافيتي واللايننج بتاع الكافيتي, يعني هقول لك زي ما يكون عندك شنطه قماش معايا ومليت الشنطة دي حطيت فيها ايه عصير مثلا, هيبتدي العصير بعد شوية البرتقاني اللي جوه ده يبتدي ينشع في القماشة بتاعت الشنطة. هو كده بالظبط, هو برتقاني جوه بس لما ينشع مش هيبقى لونه برتقاني مزهزة, هيبقى لونه ايه خفيف. فهي الصبغة جوه بين بيضة تقيلة وزي بتقول نشعت بقى في الاندوميتريوم عشان هو فرايبل ماهوش كده. غير لو انت حطيت نفس العصير في كيس نايلون في حاجة منه هتطلع بره؟ لا. يعني وصلت المعلومة ولا؟ وصلت المعلومة يعني ده الكافيتي. وبص في الهالو اللي حواليه ده النشعة اللي هي نشعة في الاندوميتريال لاين اهو. برضو لما نيجي هنا بص ده الكافيتي وفي حواليه ايه زي ايه هالو ماشي. اليوترس بس مش مشدود عليه فمقلوب لقدام. في بيتفول تاني برضو ده ساعات واحنا بنملى فيه في السيرفايكل في السيرفكس بيبقى فيه سيرفايكل جلانز تملى فهتدينا نفس المنظر ده. هنبتدي بقى نتكلم على ايه الباثولوجي بقى, وده اكتر حاجه انا عايزاكم ايه تركزوا فيها بالذات في اول حته في المحاضره اللي هي الكونجنتال يوتراين ايه انوموليز. هنقسم المحاضره لثلاث اقسام, اول واحد فيهم اليوتراين كافيتي, تاني حاجه هنتكلم على الفالوبيان تيوبس, ثالث حاجه هنتكلم على البلفس نفسه. يعني في حاجه البلفيك ادهيشنز انا ممكن اشخصها برضو بالايه بالهيستروسالبينجوغرافي. تحت اليوتراين كافيتي الاول حاجه هنتكلم ايه النورمال اللي احنا لسه قايلينه, قلنا السايز حوالي قد ايه والانتركورنيوال ديستانس حوالي قد ايه, وقلنا الشيب بتاع اليوترس هيبقى ايه تريانجولر واهم حاجه ان يبقى ايه فلات اور كونفكس ايه فاندس, وثالث حاجه ان انا لازم انفي ان في اليوترس ده فيه ايه فيلينج ديفكتس. تحت اليوتراين كافيتي هنتكلم على الابنورماليتيز اوف شيب اند سايز او انترا يوتراين فيلينج ديفكتس ايه اللي احنا بنشوفه. تحت الشيب اند سايز هنتكلم عن الكونجنتال انوميليز والانترا يوتراين ساينيكا, وتحت الفيلينج ديفكتس هنتكلم على الفايبرويدز والايه والبوليبس. طبعا دول مش كل مش هم دول الباثولوجيز كلهم بتوع اليوترس, في حاجات كتيره قوي اهم من دول بكتير, بس اللي احنا بنشوفه او بنشخصه بالهيسترو دلوقتي هم او اللي احنا يعني بيقابلنا او بيتعمل له الهيسترو هم الحاجات دي. لما تاخدوا ان شاء الله الام ار مع دكتوره دوريه تاخدوا اذر ايه باثولوجيز. الكونجنتال يوتراين انوميليز دي من الحاجات اللي انا عايزاكم تركزوا فيها لسبب زي ما قلت لكم احنا ساعات بنظلم العينين كتير قوي, ومن ضمن الحاجات اللي بنظلم فيها العينه قوي لما يكون عندها انوميلي واقول لها لا ده انت عندك مش ده عندك الانوميلي الفلاني التاني ده, وهتعرفوا ليه يمكن انتوا على اخر الحته بتاعه الكونجنتال انوميليز هتعرفوا الفرق قد ايه. انا ممكن ابقى مجرمه في حق العينه ان انا اقول لها ده انت عندك بايكورني وتيوترس مثلا وهي عندها سبتيت يوترس, اقول لها ده انت عندك دايدلفس وتكون هي عندها سبتيت يوترس. لان من ناحيه اساسا الاوبشن اللي قدام العينه انها تبقى بريجننت مختلف في كل انوملي, والسيرجيكال اوبشن اللي ممكن دكتور النساء يديه للعينه مختلف في كل انوملي. في انوملي هيقول لك لا انا سيبها في حاله معش هعمل لها حاجه خالص, وفي انوملي يبقى محتاجه عمليه بسيطه جدا حاجه فيري سيمبل والعينه تبقى بريجننت بعد كده ومفيش فيها مشكله. وفي انوملي لو انا سبت بيه العينه حتى لو صلحته لها بعد سنه ولا اتنين مش هصلح لها حاجه لان انا هكون اوريدي في السنه او الاتنين
دول دخلتها في مشاكل تانية بعد، حتى لو انا صلحت لها الانومال اللي عندها هي مش برضو مش هتعرف تبقى ايه بريجننت. فارجوكم عايزاكم بقى تركزوا معايا قوي في الايه، في الكونجنتال انومال. عشان اشرح لكم الكونجنتال انوميز لازم هنجاوب على اسئله كده، وهنمشي على كل سؤال هنجاوب عليه. اول سؤال فيهم ايه هو الامبريولوجي اوف ذا فيميل جينيتال سيستم، تاني سؤال هاو دو وي كلاسيفاي ذيس انوميز، وثالث سؤال هاو دو ذي ديفلوب، وبعد كده هنقول هل هي فعلا امبورتنت تو ديفرينشيت بتوين ذا تايبس اوف ديفرنت تايبس اوف انوميز، وايه البروز اند كونز اوف ذا ايميجنج موداليتيز اللي احنا بنستعملها، وفي الاخر لازم نقدر نحط زي دايجنوستيك سكيم لما يجي لي عيانه عندها كونجنتال انوملي ازاي اوصل للتشخيص الصح في العيانه دي. لو جينا نتكلم اول حاجه عن اول سؤال كان ايه هو الامبريولوجي اوف ذا فيميل جينيتال سيستم، اول لخبطه يلخبطها على فكره الجهاز، ما هو كاتب انا دي المفروض جايه على الاحمر فمش مشكله. يلا عندنا ايه، اول احنا عارفين ان احنا حتى لما بنيجي نفتح في الليتريتشر او اي كتاب لما يجوا يتكلموا على الكونجنتال انوميليز اوف ذا فيميل جينيتال سيستم يسموها ايه، مولاريان داكت انوميليز. ليه؟ لان اغلبيه الفيميل جينيتال سيستم طالع من تو مولاريان داكتس. الاول التو مولاريان داكتس دول بيبقوا بعاد خالص عن بعض في اليوتراين كافيتي، وبعدين بيبتدوا يقربوا لبعض عشان يحاولوا يحصل بينهم ايه فيوجن. خلاص الاول اول ما بيحصل فيوجن بيحصل الفيوجن من بره ويفضل ايه في النص اللي احنا شايفينه زي سبتم قاسمهم، يبقى الاول الفيوجن بيكمل خالص من بره وبعدين بيفضل فيه سبتم في النص هو ده بيفضل قاسم التو كافيتيز عن بعضها. التو مولاريان داكتس بيكونوا لنا ايه من اليوترس، هم مسؤولين عن تكوين الفالوبيان تيوبس واليوترس والسيرفكس والابر تو ثيردز اوف ذا ايه فاجينا. هيبقى لنا اللور وان ثيرد اوف ذا فاجينا، ده بيديفلوب من حته مختلفه تماما، بيديفلوب من الولفيان داكت. وحد عارف ايه تاني احنا عارفينه بيديفلوب من الولفيان داكت؟ اليورينري سيستم، الكيدنيز واليوريترز وكده. عشان كده بنلاقي في حالات كتيره قوي من الفيميل جينيتال انوماليز تلاقي معاها ايه اكتوبيك كيدني او ابسنت كيدني او هورشو كيدني، يعني تلاقي فيه انوماليز في اليورينري ايه سيستم. بين زي ما قلنا بيفضل الاول في سبتم فاصل التو مولاريان داكس، بيبقى عندنا برضو فيه هوريزونتال سبتم فاصل الولفيان داكت اللي هو بيمثل الديستال وان ثيرد اوف ذا فاجينا من البروكسيمال ثيرد. قبل ما البنت بتيجي تتولد قبل الولاده لازم السبتم اللي في النص ده يحصل له ريزوربشن، ويحصل ريزوربشن زي ما احنا شايفين من فوق لتحت ولا من تحت لفوق؟ من تحت لفوق. خلاص وده اللونجيتودن السبتم ده لازم يحصل له كومبليت ريزوربشن، يعني المفروض هي وقت ما البنت تتولد ما يكونش عندها ولا حته من الايه السبتم، والهوريزونتال السبتم ده بيحصل له بس بارشل ريزوربشن اللي هو بيمثل ايه بعد كده الهايمن، اللي هو لو ما حصلوش البارشل ريزوربشن العينه دي هيجي لها ايه بيبقى عندها امبيرفكت هايمن. طب بقى لنا ايه بقى في الفيميل جينيتال سيستم ما اتكلمناش عليه؟ الاوفريز. الاوفريز بتطلع بقى من حته ثالثه خالص اسمها الجينيتال ريدج، والانوميليز اوف ذا اوفريز فيري رير. انا نفسي طول الفتره اللي الواحد شغاله عمري ما شفت عين عندها سنجل اوفري مثلا او سوبر نيوماري اوفري، يعني ما قابلتنيش خالص الكونجينيتال انوميليز بتاعه الاوفريز. وكمان ساعات تلاقي مثلا عينه ما عندهاش يوترس وما عندهاش سيرفكس خالص خالص، لكن عندها التو اوفريز موجودين وهي في ميل عاديه خالص. يعني الانوميليز الديفلوبمنت مختلف، فكل واحد فيهم ايه بيديفلوب لوحده خالص. اكتر الانوميليز هتلاقوها بتيجي يا اما في المولاريان داكت في المنطقه دي او في الجنكشن بين المولاريان والولفيان داكت. طب نتنقل للسؤال اللي بعد كده، ازاي بنكلاسيفاي الانوميليز دي؟ الامريكان فيرتيليتي سوسايتي دول حطوا لها كلاسيفيكيشن، صحيح هو مش بيفولفل الكلينيكال بيكتشر اللي احنا بنشوفها عاده، بس هو ماشي مع المنطق وماشي مع الديفلوبمنت. بيقول ان عندنا كلاس 1 ممكن ان التو مولاريان داكس ما يبقوش ديفلوبت خالص، ما عنديش ولا حاجه منهم بقوا ديفلوبت خالص، فالعينه دي هتيجي عندها اوفريس وعندها ديستال وان ثيرد اوف ذا فاجينا بس بلايند اندد، يجي تبقى بلايند اندد فاجينا. عاده دي هتجيلك امتى؟ تيجي تقولك دي ما عندها امينوريا، نيجي نعمل لها الترا ساوند ما نلاقيش حاجه خالص خالص.
دي اكتر فورم سيفير فيها اللي هي الماير روكيتنسكي هاوسن اللي هو اسم كبير يعني. لكن ايه هو دي كومبليت اجينيسيس اوف ذا يوترس. عندنا بقى جريدز منه اقل شويه, لا ده اليوترس ديفلوب بس صغير. ده كلنا اللي اشتغل الترا ساوند هيسمع الانفانتايل يوترس والهايبوبلاستيك يوترس, كل دي جريدز اقل من اللي احنا ايه بنتكلم عليه اللي هو كومبليت ايه اجينيسيس. هنتلاقي ان مرحله احسن شويه, لا هي واحده بس من المولاريان داكتس هي اللي ما حصلهاش ديفلوبمنت خالص والتانية بقت ديفلوبت كويس. فيبقى عندنا اللي احنا عارفينه كلنا ان هو ايه يوني كونيويت يوترس, يعني عندها يوترس بس هورن واحد, واحد مولاريان داكت والتاني مش ديفلوبت خالص او ديفلوب بس ديفلوب ضعيف, وهنشوف الفاريانس من. لكن تاني مرحله احسن مرحله شويه ان هو ايه اللي هو تايب 2 اللي هي عندها ايه يوني كونيويت ايه يوترس. هنتنقل نقلة احسن شوية, لا هم التو هورنز عندها ديفلوب كويس قوي بس فضلوا ايه احنا قلنا ان هم بيبقوا بعاد ويقربوا لبعض, فضلوا بعاد خالص عن بعض او حاولوا يقربوا لبعض بس ما قدروش يعملوا فيوجن خالص لا من برا ولا من جوه ولا اي حاجة خالص. ده هيدينا اللي هو بنسميه ايه الداي ايه الداي دلفس يوترس اللي هو تو هورنز سيبرت عن بعض. لو في حاجة وقفت بينكم في النص الله يخليكم يعني وقفوني معايا, اللي يلاقي في حاجة مش فاهمها يقول لي خلاص. الداي دلفس ان هما تو هورنز ديفلوب كويس قوي بس ايه ما قدروش يلحموا نهائي مع بعض. خالص الفاجينا ساعات تلحم لكن في 75% كمان الفاجينا ما بتلحمش, بيفضلوا سيبرت خالص. لكن اهم حاجه ان انا لا البادي ولا السيرفكس يلحموا خالص. في بعض الداي دلفس ده انا ساعات بيجي لي داي دلفس يعني هورن هنا وهورن هنا وفي بيبقوا قربوا شويه من بعض, لما بيقربوا شويه بيبقى في شويه ساعات بيلحم في الفاجينا لكن السيرفكس والبادي لا خالص. نعم لا كل هورن لوحده وهورن لوحده خالص ما لهمش اي علاقه ببعض. طيب الفيوجن ابتدى بس لسبب ما وقف ما كملش لا من بره ولا من جوه, فهيبقى عندنا اللي هو الباي كورنيويت يوترس اللي هو اللي عندي الفاريانس بتاعته الباي كورنيويت يوني كولس وباي اي كولس. طب الفيوجن حصل خالص بس من بره بس وفضل عندنا فاكرين شكل السبتم اللي جوه, فهيجي لنا اللي هو ايه بيتسمى السبتيت يوترس. طب ده السبتم كمان ابتدى يحصل له ريزوربشن بس وقف عند مرحله قبل ما يكمل في الاخر كده راح واقف وقال لا انا مش هكمل, هيدينا اللي هو ايه الاركيوت. وفي بعض الكلاسيفيك يعني بعض الناس بيشيلوا خالص الاركيوت يوترس ده بيحطوه سب تايب من البايكورنيوت او السبتيت وبيلغوه خالص. اخر بقى كلاس فيهم اللي هو كلاس 7 ده كان في وقت من الاوقات الستات اللي بيحصل لهم ريكارنت ابورشنز بيدوهم هرمون معين عشان يثبت الحمل, الهرمون ده اسمه داي ايثايل ستيلبسترول. لقوا بعد ما ادوا الهرمون ده فتره طويله ان كل الستات اللي خلفوا بنات جالهم اللي هو التي شيب يوترس اللي هو يعني بيتسمى هايبوبلاستيك ايه يوترس. في كلاسيفيكيشنز ثانيه بس احنا ايه مش هنخوض فيها. طيب هنبتدي نتكلم بقى هاو دو ذي ديفلوب الانوماليز دي. احنا قلنا ان اول حاجه اللي هو عندنا المير روكيتنسكي يعني معناها ما فيش خالص, وقلنا في عندنا تو فاريانس اخف منه اللي هو الهايبوبلاستيك والانفانتايل اي يوترس. هما في الشغل العادي بيستخدموا الاثنين واحد, يعني ان انا اقول له هايبوبلاستيك زي ما اقول له انفانتايل, بس اكتشولي الصح فيهم الانفانتايل يوترس مختلف عن الهايبوبلاستيك يوترس. يعني الانفانتايل يوترس بيقول لك ان هو بيحصل السيرفكس يبقى المفروض في النورمال ريليشن البادي دبل السيرفكس, الريشو دي بقى تتعكس في الانفانتايل يبقى البادي هو اللي واحد والسيرفكس هو اللي ايه الاثنين, يعني السيرفكس يطول على حساب البادي. فدي لو احنا فكرنا فيها اولا العينه دي هتكون عندها يوترس صغير حتى لو عرفت تبقى بريجننت بتاخد ممكن تحمل مره والثانيه والثالثه لا ليه بقى لان كل مره اليوترس يحصل له ديستنشن لغايه ما الكافيتي دي المره الرابعه او الخامسه تقدر تويذ هولد البيبي لغايه ما يبقى عنده 9 شهور. وفي نفس الوقت عشان السبرم توصل لليوترين كافيتي بتاخد وقت اطول فعشان السيرفايكال كانال ايه طويله, فالانسيدنس ان يحصل لها اساسا يعني ان يحصل لها بريجننسي ده اوطى بكتير من الايه من العينه ايه العاديه. هنيجي بقى لليونيكورنيوت يوترس. احنا قلنا عارفين كلنا الشكل ده من اليونيكورنيوت يوترس, قلنا ان واحده بس مولاريان داكت تديفلوب والثانيه ما يحصلهاش ديفلوبمنت خالص. بس في عندي فاريانس من اليونيكورنيوت, عندي نوع بيبقى معاه روديمنتري هون مش ديفلوبت حاجه بسيطه ومش ده كوميونيكيتنج مع الكافيتي لا, لكن لو بصينا بقى للثاني ده في عندي روديمنتري هون وكوميونيكيتنج مع الايه مع اليوتراين كافيتي. لو انا بصيت لده وما شكله
هقول ان العينه دي لو هي عندها الرودمنتري هون ده في فانكشنينج اندوميتريوم هتبقى جايه زي العينه اللي عندها ايه زي ما يكون امبيرفورت هايمن عندها ايه الاكتوبيك هيجي في التاني ده اللي هو مفتوح ممكن يحصل فيه هو الفيرتيلايزيشن يعني تعدي من التيوب وتيجي تبقى امبلانتد في اليوترين كافيتي الصغير يبقى دي زيها زي الايه اكتوبيك انما ده اللي في النص ده عندنا هيبقى زي الامبيرفورت هايمن بالظبط هو يوترس بيحصل فيه منستريشن وايه ومش والبلد ده مش لاقي له سكه يخرج منه طب حد فيكم عارف ايه مشاكل الامبيرفورت هايمن هي بس عشان بتيجي كل شهر تقول لك انا بطني بتوجعني وقت المنستريشن نعم هتكبر وبعدين لا في اسوأ من كده فاكرين ما قلت لكم في الاول انا ممكن انوملي لو انا ما شفتوش اذي العيانه حتى لو صلحته لها بعد كده طب هقول لكم كل شهر بيجي لها بليدنج جوه الهورن ده وده هورن صغير كل شهر عمال يزيد فلازم يلاقي له سكه لازم البلاد ده يلاقي له هيخرج على فين على الابدومن لما هيخرج في البريتونيال كافيتي وانتوا عمالين كل شهر تسيبوا اندوميتريوم يخرج بره اندوميتريوم يخرج بره يا اما حاجه من الاثنين يا البلاد اللي عمال يخرج ده هي اورجنايز ويعمل لها ادهيجنز صح يا اما الاندوميتريوم ده هيبقى امبلانتد على حته تانية ويبتدي يحصل عندها ايه اندوميتريوزس تبقى ازيت العينه دي ولا لا هيجي لها بلفيك ادهيجنز والاندوميتريوزس في حد ذاته بيعمل انفيرتيليتي لو انا ما شخصتش الرودمنتري هون ده وسبتها بيه هتفضل بعد كده عمال يجي لها كل شهر يحصل لها كده كل شهر سواء ده او الامبيرفورت تايم بيبقى حتى لو انا صلحت لها الهايمن او شلت لها الهون ده فهي فضلت سبتها بايه باندوميتريوزس وبلفيك ايه بيتشخص بالام ار وبالالترا ساوند طبعا الهيسترو هنا فول ستوب مش حاجه لا ولا بيبين حاجه ولا هيبين حاجه الهيسترو مش هيبان لك حاجه خالص وعاده كمان العيانين دول بتجي لك يعني بدري ان هتيجي كل شهر عندها سيفير بين قوي مع يعني ممكن وممكن في ناس بتطنش يعني واحنا عندنا في مصر اغلب الناس اغلبها الستات بيطنشوا على فكره بدون تحيز يعني للستات بس انا بقول الستات في مصر فئه مطحونه يعني الست دايما بتحط نفسها انا يعني بزعل لما بتجيلي واحده بالذات مثلا بادفانسد مالجنسي او كده لان دايما الستات في مصر حاطين نفسهم في اخر الطابور يعني اما الولاد يخلصوا الامتحانات واما مش عارفه اجوز مين واما كده وبتلاقي الست دايما في مصر هنا في اخر الطابور فعلا يعني نعم مش تحيز والله بس وعشان تبقوا عارفين دول بيمثلوا حوالي 60% من اليونيكورن يوترس بيبقى ايه بالشكل ده لو انا عندي رودومنتري هون ومش نون فانكشنينج مش مهم خلاص ما هو في حاله مش هيأذيني في حاجه لكن اهتم بيه لو فانكشنينج ونون كوميونيكيتنج او ايه كوميونيكيتنج مع اليوتراين ايه كافيتي طب هنتنقل بقى للمجموعه اللي هي لما انا اشوفها اشوف دبل يوتراين كافيتي اللي هما الدايدلفس والبايكونيوت والسبتيت قلنا الدايدلفس يوترس يا اما ما قربش خالص لبعضه يا اما قرب ووقف عند المرحله دي ما حصلش فيوجن ده انا الدايدلفس وزي ما احنا شايفين اللي كان لسه الدكتور بيسالني عليها ب 75% منهم بيبقى عندهم دبل ايه كمان فاجينا يبقى عندهم فاجينال سيبتم قسم الفاجينا ايه الاثنين طب نيجي نقول بقى الايه المرحله اللي بعد كده لحم من ابتدى يلحم بس وقف في مرحله بدري في اللحم فهيدينا البايكونيوت اي ده انت قلت لي انا حاجه كنت لسه هقولها لهم يعني دي معلومه كنت لسه هقول لهم دلوقتي الحاجه دي مهمه اللي انا البايكونيوت ده عندي تو فاريانس منه اليونيكونيوت اللي هو السيرفايكال كانال واحده والبايكونيوت اللي هو ايه تو سيرفايكال كانالز طب افرق ازاي اليونيكولس من البايك اقصد البايكولس من الدايدلفس اللي هو السؤال اللي هو ساله لي الدايدلفس انا بدخل بحقن كل حقنه لوحدها وهنشوف هيبان الدايدلفس ده كاني عندي يونيكورنيو تيوترس على الناحيه دي ويونيكورنيو تيوترس على الناحيه باي حال من الاحوال ما اقدرش املى الاثنين مره واحده طول ما لو انا دخلت من قص واحده ملت الاثنين عمره ما هيبقى ايه دايدلفس لان احنا قلنا الدايدلفس ما فيش اي كوميونيكيشن بين السيرفايكال كانالز العكس تماما بقى في البايكورنيوت بايكولس ده هحقن من قص واحده هتملى لي اثنين سيرفايكال كانالز واثنين ايه يوتران لا ما انت المفروض لما تحقن وتلاقي سنجل تلاقي شكل الكافيتي مش كامل تشيل بعد ما تشيل القسطره لازم تعمل انسبكشن للسيرفايكال قص هو قص واحد ولا اثنين قص لحسن انا اكون دخلت في واحد واشخصها انها يونيكورنيو
خلاص لازم لو في قص تاني هتدخل وتحقن فيها هتلاقي الهورن التاني. لو هو قص واحد وما له هورن واحده يبقى انت عندك ايه يونيكورن. معايا وصل مفهومه دي؟ يعني البايكورنيت بايكولس لازم اقول ان في اي ديجري اوف كوميونيكيشن بين التو سيرفايكال كانالز. يبقى وانا بحقن بحقن من قص واحده بتملى لي ايه الناحيتين. اهم من كل اللي احنا عمالين نقوله انا عايزاكم بس تفتكروا حاجه كويسه قوي، حاجه مهمه اقصد قوي. بصوا الفندس هنا شكله ايه، هل هو فلات هل هو كونفكس؟ ده بقى عندي ايه كونكيف. مش عايزه اقول لكم ان ده الاهم ساين بفرق بيه الانوماليز ببعضها اللي هو الكونكيف يوتراين ايه فندس ده. طب هنتنقل بقى نقله بعد كده للسبتيت، قلنا ده لحم خالص من بره بس فضل السبتم بس ايه من جوه. برضو هنبص تاني على اهم حاجه عندنا الفندس هنا بقى ايه فلات او ايه كونفكس. لو خرجتوا بس بالمعلومه دي واحنا من المحاضره دي انا عندي اهم من كل الرغي اللي انا عماله اغيه ده ان انا لما يجي لي يوتراين انوميلي اللي انا بس عايزه اوصله لكم ان احنا الهيسترو انا بشوف الكافيتي ولا بشوف المايوميتريوم فاندس الكافيتي. محدش يشخص انوماليز هتقول ان هي عندها دبل يوتراين كافيتي وفول ستوب هي بقى سبتيت ولا بايكورنيوت، لا محدش يتكلم. انا عندي بالهيسترو هوصل بس اقول ان هي دبل يوتراين كافيتي. امتى بقى هقدر اقول له دي سبتيت ولا بايكورنيوت؟ لما اكون قادر اشوف الفندس بتاع اليوترس واقدر اقول ده فلات ولا كونكيف ولا كونفكس ولا هو. الكافيتي اللي جوه لا احنا بنتكلم انا لما بشاور لك بالسهم ما بشاورش على الكافيتي، انا بشاور على ايه المايوميت الاوتر كونتور المايوميت. ما هو ما انت جاوبتني هو كده اشوفه ازاي بالهيسترو. يبقى في الهيسترو فول ستوب ان دي دبل كافيتي، ما حدش يصنفها لا سبتيت ولا ايه ولا بايكون. انت فاقي يعني انا ادام بتسالني السؤال ده يبقى واصلك الرساله ان انت نعم لا بالهيسترو لا هتقول ان هي عندها دبل كافيتي وبليز بقى انفستيجيت بطريقه ثانيه. ما هو احنا بقى ما في من السؤال ان انا هقول لكم ايه البروز والكونز بتاعت كل ايه الموداليتي احنا بنستخدمها. هنتنقل لكلاس 4 ده اللي هو الاركيوت بنشوفه كتير وزي ما قلت لكم ملوش ايه اهميه قوي عندنا لان هو عاده مش بينترفير مع الفيرتيليتي. واخر تايب اللي هو تي شيب تيوترس اللي هو زي ما قلت لكم كان بيبقى الداي ايثايل ستيلبسترول كان بيعمل زي هايبرتروفي في المايوميتريوم فيضيق يعني المايوميتريوم هايبرتروفي على حساب ايه الكافيتي. طب السؤال بقى اللي بعد كده ودي يعني لب المحاضره هو في الحته اللي انا هقولها دلوقتي دي، هل هو مهم ان انا افرق بين الانوماليز وبين بعضها ولا مش مهم؟ قبل ما اقول لكم لا ده هنا ملخبط خالص ينفع اوقف واعدله عشان ما ولا انت ممكن تعدله بعد كده؟ نعم؟ بس المحاضره دي هتزعل نت هتبقى بالمنظر ده صح؟ خلاص المعلومه اللي عايزه اقولها لكم بس اول معلومه ان احنا لازم نعرف ان not all double uterine cavities have a poor reproductive outcome. زي ما انتوا ساعات بيجي لنا عيانه مخلفه مره واثنين وعايزه تخلف ثالث مره مش عارفه تجي لي اعمل لها الالترا ساوند اكتشف انها بايكونيوت يوترس مثلا او ان هي عندها دايدلفس يوترس وهي ما دريتش في كل المرات اللي قبل كده ومش حصلت مره ولا اثنين لا بتحصل كتير ان هي بتيجي تنفستيجيت وتكتشف انها عندها كونجنتال انوميلي والانوميلي ده ما كانش لها اي عائق في انها تجت بريجننت. تاني الحمد لله ان تاني واحده طالعه كويسه. تاني حاجه ان هو مش كل اليوتراين انوميليز ليهم عمليات ناجحه، يعني هم لقوا في عمليات بيصلحوا بيها البايكونيوت يوترس، بس تلاقيه مثلا حتى في البيبرز يقول لك العمليه الفلانيه وبنعمل فيها بكذا وبنعمل كده، بس احسن سيب العينه ما تعملهاش حاجه. لان انا بيبقى خايف دايما دكتور النساء ان هو يخش جراح النساء ان هو يخش يقص في مايوميتريوم وهيجي يلحموا ببعض يحصل للعينه هيمرج ما يعرفش يوقفه غير ان هو يعمل لها ايه؟ هيستريكتومي. فهيبقى داخل خايف وعمليه نتائجها بلادي اوبريشن نتائجها مش حلوه. خلاص؟ يبقى لو احنا فكرنا بالمنطق اني انوميلي اللي يستحق ان انا اقول ان انا ادخل واعرف يعني اني انوميلي اللي هبقى ظلمت العينه لو هي عندها الانوميلي ده وانا ما شخصتوش. انوميلي يكون له بور ريبرودكتيف اوت كام لكن في نفس الوقت له جود ايه؟ سيرجيكال اوت كام. يبقى لو انا غلطت في اي حاجه مش مهم، بس مهم لو غلطت في انوميلي في الصفتين دول، ان هو العينه عمرها ما هتعرف تحمل وهو عندها الانوميلي ده، وفي نفس الوقت الانوميلي ده ممكن يتصلح بعمليه بسيطه
ودي تروح مشكلتها خالص. عشان نجاوب على السؤال ده هنعمل comparison كده بين انواع الانوماليز وبعضها. ده حتى هنا مطلع لي النقطه في سطر بس مش مشكله بقى لو ماشي كويس خلاص. اليونيكونيوت والدايدلفس والبايكونيوت والسبتيت. وليه انا حطيت دول؟ لان طبعا اللي ما عندهاش يوترس من اصله هعمل لها هيسترو، مش هعمل لها اساسا ايه هيسترو، او وبتتشخص على طول بالالترا ساوند ان انا مش بلاقي عندها ايه حاجه خالص. وزي ما قلت لكم الاكستريم الثاني اللي هو الداي ايثايل ستيلبسترول ده بطلنا نشوفه غير قليل ايه قوي. لو دورنا في الليتريتشر على الانسيدنس اوف ديفرنت انوماليز هنلاقي اختلافات كتيره قوي، بس اكتر يعني حاجه الحاجه اللي اكيد اكيده ان السبتيت بيمثل حوالي تلتين الانوماليز، وفي بعد حتى في الليتريتشر حاطينه اكتر من تلتين الانوماليز بيبقوا سبتيت يوترس. لو قارنا بينهم بين معاهم ابستراكتد سيستم ولا لا، مش احنا قعدنا نقول في عندنا هوريزونتال سبتم بيفصل بين هنا وهنا، من ضمن الابستراكتد سيستم ان انا الاقي عندي ايه امبيرفريت ايه هايمن. يعني الامبيرفريت هايمن ده مشكله بسيطه قوي، لكن احنا عرفنا قد ايه لو انا سبت العينه بالامبيرفريت هايمن كذا سنه هدخلها ايه في مشاكل. وفي نفس الوقت المانجمنت بتاعه بسيط جدا. في عندي زي الامبيرفريت هايمن حاجات تانية، ساعات تبقى العينه عندها بدون مناسبه كده ترانسفيرس فاجينال سبتم قافل الفاجينا، او بقى انها تكون عندها حاجه اشد شويه تكون عندها حته اتريتك ديستال فاجينال اتريزيا بروكسيمال فاجينال اتريزيا سيرفايكال اتريزيا. وكل الحاجات دي ليها عمليات بيعملوا زي بول داون كده ويصلحوا الحته الاتريتك يعملوا لها زي ايه باي باس. طب لو بصينا على الريبرودكتيف اوتكم هنلاقي ان اسواهم على الاطلاق اليونيكورنيوت، ويجي بعديه مين اللي هو ايه السبتيت. لكن الدايدلفس والبايكونيوت كتير قوي زي ما قلت لكم بيقول لنا تبقى حامل مره واثنين وثلاثه وهي مش دريانه ان عندها دايدلفس او عندها ايه بايكونيوت يوترس. واخر حاجه السيرجيكال اوتكم، مش عارفه ده كده هيبقى كويسه على ولا مش عارفه لان لا اصل دي عشان دي بنسجلها تبقى مش حلوه انها طالعه الكلام. طيب نكمل بقى زي ما قلنا مش كلهم ليهم مش كلهم ليهم باد ريبرودكتيف اوتكم. قلنا اسواهم اليونيكورنيوت وبعديه على طول السبتيت. خلاص اليونيكورنيوت بيقولوا لان في هورن من الهورنز بتبقى مش ديفلوب، حتى الهورن اللي ديفلوب الديفلوبمنت بتاعته بيبقى ايه ضعيف. لو جينا بصينا على السيرجيكال اوتكم، السيرجيكال اوتكم هنبص نلاقي ان عندنا الوحيد فيهم اللي له عمليه نتائجها كويسه قوي هو انه واحد فيهم السبتيت. يبقى انما العمليات في حالات اليونيكورنيوت والدايدلفس عاده بيعملوا عمليات مش عشان يكوركت الانوملي، بس عاده العمليات بتبقى مينلي دايركتد ان هم يريليفوا الابستراكشن. عشان قلنا ساعات الابستراكشن ده بيبقى سبه يعني تافه، مجرد من هو هيبقى ريليف هيحمي العينه من مشاكل ثانيه وفي نفس الوقت هيحل لها ايه مشكلتها. يبقى لو نفتكر بقى المعادله اللي احنا قلناها ان احنا عايزين انوملي لو جود السيرجيكال باد ريبرودكتيف اوتكم بس جود سيرجيكال اوتكم، ده هيبقى ايه؟ هيبقى فولفيلد في ايه؟ في السبتيت. ممكن ينسيب الموبايل عشان انا يعني اهم حته في المحاضره مش معقول اجل المسج شويه. خلاص الايه هيبقى اكتر واحده فيها عندنا ايه السبتيت. طب حد يقدر يقول لي الايكويشن دي برضو فولفيلد في فين تاني؟ نعم ما هو فعلا كده اليونيكورت لا ضايع وملوش حل، هي ومصيبها بقى. يعني دي من الحاجات اللي ما بيقدروش يعملوا للعينه حاجه، لا عندها حاجه تبقى ريبيرت ولا ما احنا قلنا البايكونيوت في عمليات بتتعمله بس بيبقى دايما النتائج بتاعتها مش عشان اكششكم هو مش في اللونجيتودنال دايركشن. يعني فكرنا بقى بالعرض لو قلنا كده في الابستراكتد سيستم، اي واحده ايا كان الانوملي عندها ابستراكتد سيستم عندها مشاكل اساسا ولا ما عندهاش؟ عندها مشاكل، عندها مشاكل انها جت بريجننت وعندها مشاكل ثانيه هتديفلوب لو انا ما عملتش ريليف للابستراكشن ده، يبقى لازم اساسا لازم اعمل له ريليف ولا لا؟ وزي ما قلنا عملياته ممكن تبقى ايه؟ بسيطه جدا. وفي نفس الوقت لو انا فكرت هو في اي واحده ممكن تبقى عندها ابستراكتد سيستم باي حال من الاحوال هتجت بريجننت؟ لا طبعا. يبقى ايه؟ يبقى انا يبقى هدفي وانا ببص على اي انوملي كاني انا بفكر في حاجتين بس، حتى بغض النظر يعني انا غلطت وقلت ان هي دايدلفس مش بايكونيوت، انا غلطت وانا غلطانه بس ما اذيتش العينه. يعني اما اشوف انوملي انا عايزه اجاوب على سؤالين، هي سبتيت ولا لا؟
وفي نفس الوقت عندها abstracted system ولا ما عندهاش. يعني في يعني الجملتين دول اهم من اي حاجه انا قلتها ايه في المحاضره. لان انا لو كانت سبتيت وانا ما قلتلهاش ان هي سبتيت عمرها ما هتبقى بريجننت. وعارفين ليه السبتيت يوترس الريبرودكتيف اوتكم بتاعه وحش؟ هل لان هو يوترس وحش؟ ده يوترس الديفلوبمنت بتاعه احسن من البايكونيوت واحسن من الدايدلفس واحسن من اليونيكونيوت. بس ايه مشكلتها؟ ان السبتم ده عاده بيبقى فايبرس تيشو. فلو ابتديت من اول القصه هي حصل عندها فيرتيلايزيشن خلاص وعايزه الاوفن بقى الفيرتيلايز اوفن دي عايزه امبلانت عندها انسيدنس قد ايه انها امبلانت هات امبلانت في نص اليوترس ده يا في نص اليوترس ده وكل واحد فيهم نص الكافيتي فيها فايبرس ايه تيشو ونصها مايوميترين فعندها الانسيدنس اوف امبلانتيشن كام 50% اساسا. طيب حصل امبلانتيشن وبقت بريجننت ازاي يوترس انا ماسكاه وخانقاه في بعضه كده ونصه فايبرس تيشو هيكبر لو حصل بلجنج حتى على ناحيه واحده كده يعني مش منطق يعني كاني جبت في بيبي بس انا خنقت البيبي ده في اول فات بص لقيت هي بعد شهرين ثلاثه بيحصل لها ايه ابورشن عكس البايكورنيوت هي عندها ده مش دي بقى مش عندها انسيدنس 50% امبلانت يعني فيرتيلايزيشن دي عندها لو هي بيحصل لها اوفيليشن على ناحيتين لاي سبب ما عندها ايه 200% الفيرتيلايزد اوفم واحده امبلانت هنا وواحده امبلانت هنا وفي نفس الوقت كل هون عايش لوحده خالص ويعني مش خانقاه زي بتاع السبتين يقدر يكبر ولا ما يقدرش ده بيجوا عيانين توينز في بايكورنيوت يوترس وفي دايدلفس يوترس توينز في دايدلفس ايه يوترس فانتوا فهمتوا الفرق ازاي فيبقى انا اهم حاجه اقول للعيانه انت عندك سبتيت ولا لا وتاني حاجه السؤال لازم اجاوبه هي عندها ابستراكتد سيستم ولا ايه يشتمل امبرفيرت هايمن فاجينال سبتم قفله لغايه بقى الحاجات اللي اكبر شويه انها يبقى عندها فاجينال اتريزيا او سيرفايكال اتريزيا او كده كل المجموعه دي ليها حل او ولازم يتوجد لها حل لان ما ينفعش اسيب ست بابستراكتد سيستم عماله كل شهر المنستريشن تدخل على الايه البلفيك كافيتي خلاص. لو احنا بقى اتكلمنا احنا بنشوفهم بقى ازاي في الايمجينج اللي هو ده شغلنا احنا بقى اساسا واحنا مينلي كونسرند النهارده باللي هو الايه الهيستروسالبنجوجرافي. بس من قبل حتى ما اشرح الهيستروسالبنجوجرافي يبقى كفايه لو انا قلت لكم هنشخصهم ازاي بالهيسترو وقفت لا لازم اقول لكم هشوفهم ازاي بالالترا ساوند هشوفهم ازاي بالام ار لان هم دول اللي بيشخصوا مش الايه مش الهيسترو خلاص. الكرايتيريا اللي انا بعتمد عليها في الديفرنشيشن اللي هم الانتركورنيوال ديستنس والانتركورنيوال انجل وهقوله لكم برضو الديستنس احنا قلناها هقول لكم ايه هي الانجل وعندي ساين اللي هو الاكسترنال فاندل كونتور اللي هم اساسا انا قعدت اشاور لكم عليه بالسهم في الاول اقول لكم بصوا على الفاندس من بره ده كونكيف ولا فلات ولا ايه كونفكس وفي ساين في الاخر يعني ده احنا صراحه احنا بنشتغل بيه عندنا في الوحده احنا ما عندناش 3 دي الترا ساوند ومش دايما بيبقى في امكاننا ان احنا نعمل الام ار فالساين ده احنا يعني لقيناه من الشغل لقيناه ان هو من الساينز اللي هي ممكن اعتمد عليها ونشرناه فعلا بس مش في مجله محترمه ان شاء الله لما ننشره في مجله محترمه بقوله لكم ايه بثقه يعني خلاص. لو انا بتكلم ان احنا بنتكلم النهارده على الهيسترو كل اللي حلتي في الهيسترو ايه الانتركورنيوال ديستنس والانتركورنيوال انجل التو ساينز اللي تحت ما بقدرش اشوف مايومتري يبقى مش هقدر اتكلم ايه عليه. طب نيجي نتكلم على الهيسترو في حاله الاجينيسيس والهايبوجينس هل العينه اللي عندها مير روكيتنسكي هاوسنر دي هعمل لها هيسترو؟ هي ما عندهاش حاجه عندها بلايند فاجينال باوتش كل اللي عندها ديستال 1/3 اوف ذا فاجينا والاي والاوفرس هي شكلها فيميل لكن ما جالهاش منستريشن واجي اعمل ما الاقيش لا يوترس ولا سيرفكس او الاقيهم سمول اللي هم بقى الانفانتايل والاي والهايبوبلاستيك في الحاله دي هقدر اعمل لو انفانتايل وقلنا الفرق بينهم ايه يعني ده هتقول عليه انفانتايل ولا هايبوبلاستيك هو يوترس شكله كويس بس كله على بعضه ايه صغير طب نشوف العكس ده هنقول عليه ايه انفانتايل السيرفكس طويل قوي والبادي هو اللي ايه صغير اتوقع لما اعمل لهم الترا ساوند هلاقي كده يعني ده هنقول عليه انفانتايل ولا هايبوبلاستيك طب والعكس ده لا لو قست انا السيرفكس او تشوفوا السيرفكس طويل ازاي والبادي كده نرجع نشوف الصوره من غير الاسهم ده هنسميه ايه انفانتايل الاولاني هايبوبلاستيك والثاني انفانتايل وفي كلتا الحالتين لو انا دورت على الاوفريز هبص الاقي الاوفريز فيري ويل ديفلوب مفيش فيها اي ايه مشكله الرايت واللفت اوفريز موجودين مفيش فيهم اي مشكله. نتنقل على اليونيكورنيوت اليونيكورنيوت من الحاجات اللي الهيسترو بيشخصها بسهوله ان انا جيت حقنت في السيرفكس وبقى عندي لقيت عندي ايه بنانا شيبت
يوترس بيتسمى هو كده اللي هو الهورن واحده او بنانه شيبت ايه يوترس خلاص يوتراين ايه كافيتي خلاص. لكن لو احنا شغالين ترانس فاجين احنا عارفين في الترانس فاجين بنقدر نشوف اليوترس اكزيال وساجيتال. عشان اجيب اليوترس كورونال الصراحه بتيجي معانا بالحظ, لكن ما اقدرش اضمن ما اقدرش انا اقول وانا شغاله ترانس هجيب اليوترس ايه كورونال. امتى اقدر اجيبه كورونال؟ لو انا عندي 3 دي الترا ساوند اقدر اعمل ريكونستراكشن واشوف ايه ال 3 دي. لكن في العادي انا شايفاه اكزيال وساجيتال. احنا شايفين يوترس ساجيتال اللي مش شغال ترانس فاجينال. الترانس فاجينال بشوف فيه اليوترس معكوس, يعني ده الفندس وده البادي هنا وده السيرفايكال كانال والفاجينا تبقى فوق وهنا ده مدخل الايه البروب. هل اليوترس ده حد يقدر يقول عليه ان هو يونيكورنيت؟ امتى هقول عليه يونيكورنيت؟ لو قدرت اشوفه كورونال زي ده ويبقى عندي كمان تخيل ان انا اقول ده فيه حته ميسنج من الكافيتي. نعم بيت الكورونال عشان تجيبه بالترانس فاجين والله بيجي معايا بالحظ, الا اذا كان حد بقى عن يعني ماهر قوي بيقدر يجيبه كورونال. بس ما بقدرش اجي, لازم يكون اليوت يعني انا ممكن فبالترانس فاجين اليونيكورنيوت ما بيتشخصش الا لو شغاله زي ما قلت لكم. ايه يا دكتور اللي عنده سؤال يسالوا لي عشان ما قول له يسالني السؤال اللي هو بيساله فوله. لا قول لي اللي انت مش فاهمه والله, انا احب ان انت توقفني احسن مما اكمل وحد مش فاهم حاجه. خلاص فهمت يعني؟ طيب نعم مدخل البروب فين؟ البروب اهو المدخل بتاعه هي الحته ده. لا ده بالعكس بالعكس الصوره مقلوبه اهي. ده البروب هيبقى داخل من هنا والفندس هنا والسيرفكس كده. ده بالنسبه لنا احنا كده في لو عملت العين عندها يونيكورنيوت ترانس فاجينا مش هتعرف الا بقى تحس يعني لو انت بقى جبته اكزيال وحسيت ان هو صغير شويه يعني. بس لا يعني هو بصراحه بيبقى مست. طب نشوف بقى اليونيكورنيوت ده في الام ار عشان نبقى عينينا بس واخده على الام ار. الام ار الاندوميتريوم فيه هو الابيض اللي جوه ده, فاكرين لما اتكلمنا على الجنكشنال زون هو الخط الاسود ده, واللي بره ده هو المايوميتريوم. امال ده ايه اللي جنب اليوترس ده؟ ده الاوفر. عرفنا منين ان هو الاوفري؟ بالفوليكلز اللي هي ايه ارينجد فيه. طيب احنا هنا في الفيو ده شايفه اليوترس كورونال. المفروض لأنا في الام ار الكورونال اشوف اليوترس زي ما بيبان لي في الهيستروسالبنجوجرافي, يبقى تراينجولر ان شيب. ده تراينجولر, ده ايه قطعه من التراينجل. ساعات اشوفه بس كده ده السيمبل يونيكورنيوت يوترس, وساعات الاقي معاه زي هورن كده روديمنتري. طب ده في ده فانكشنينج هورن ولا مش فانكشنينج؟ اللي يقول لي ليه يعني. انا اهو ده الهورن اللي انا شايفاه وعرفت منين ان ده اليوترس. اهو عندي الاندوميتريوم الابيض والجنكشن الزون السودا والمايوميتريوم اللي بره. بس ده يوترس كامل؟ لا مش يوترس كامل. الهورن الصغير بقى ده نون فانكشن. وليه قلته نون فانكشنينج؟ مفيش اندوميتريوم. مش شايفين الزون الاناتومي بتاع الايه؟ نعم فين ده اللي هنا؟ ده الهورن ده فانكشنينج. انا بتكلم على الرودمنتري هورن ده. ده ما فيهوش انت. نعم كورونا. كورونا ما هو انت ليك حق تقول دي كورونا لان انت مش متخيل ان هو كورونا, لان انت مش شايف اليوترس فيه ايه زي ما انت متوقع ان انت ايه تشوف. طب ايه الدائره السوداء اللي جنب الكورونا دي هنا؟ لا دي البدايه, ممكن يكون بدايه السيرف لان اليوترس بيبقى كده. ممكن تشوف السيرفايكال كانال وتشوف اليوترس. ساعات اليوترس لو متني على بعض كده يجي كات واخده يعني واخده اليوترس واخده كمان حته من السيرفايكال كانال. طب هنا عندي اهو هورن ولازق فيه هورن ثانيه, بس ده بقى المره دي فيه فانكشنينج اندوميتريوم ولا لا؟ دي الصوره دي اكزيال بقى انا واخداه اكزيال. فيها هنا اندوميتريوم, ده الهورن اللي لوحده وده الهورن الثاني. ده ايه؟ ده فيها فانكشن اندوميت لانه في ايه فانكشن اندوميت عشان شايفه اندوميتريوم فيه. بس في فرق بينهم. لما هناخد السكيم اللي بنفرق بيه في الاخر هتعرف ان في البايكورنيوت بيبقوا تو عاده تو ايكوال يعني تو ويل ديفلوبد هورنز, انما اليونيكورن هتلاقي هورن ديفلوب كويس قوي قوي والتاني رودمنتري وعاده بيبقى لازق فيه ما بيبقاش سيبريت عنه. طب نتنقل بقى للدايدلفس. وقلنا الدايدلفس وانا شغاله الهيسترو هعرفه ولا مش هعرفه؟ لاني هعرفه, لاني هحقن مره هلاقي كده فاروح خارجه ابص على السيرفايكال اوس اتاكد في اوس تاني. لقيت الاوس تاني حقنت فيه هيملى لي الهورن التاني. هلاقي هورن لوحده لو تيوب وهورن تاني لو تيوب, مفيش اي اي كوميونيكيشن ايه بينهم. طب هيبان ازاي بقى في الام ار؟ اهو انا عندي هنا ده هورن وده هورن وسيبريت خالص عن بعض.
ده الاندوميتريوم عشان الابيض والجانكشنال زون والمايميتريوم كلهم بعاد عن بعض. طب اضمن منين ان السيرفايكال كانالز دول مش كوميونيكيتنج؟ اجي وابص على اخد على السيرفايكال كانال كاتس، اتاكد كاتس رفيعه كورونال في اي يعني دي سيرفايكال كانال، دي طبعا صوره متكبره، دي سيرفايكال كانال ودي سيرفايكال كانال، هل في اي كوميونيكيشن بين التو كانالز؟ يبقى عرفت ان هو دايدلفس ولا لا؟ يبقى دايدلفس. في السونار حوالي حواليك يمكن حاله بس بعد شويه، مش عارفه والله هنا اللي جايبه سونار ولا لا، بس هتلاقيهم تو بيبقوا تو يوترايز سيبريت خالص خالص من بعض. نعم. طب انتوا قولوا لي بقى دي تي 1 ولا تي 2 اللي شفت فيها الفوليكلز بيضه وشفت الاندوميتريوم والزون الاناتومي كويس، يبقى تي 2 خلاص. هو الشيف كان بيسال ده تي 1 اش بص عليه في تي 1 ولا تي 2 اللي بيبين لنا الزون الاناتومي اوف ذا يوترس، التي 2 مش التي 1 هو اللي بيبين الاندوميتريوم ابيض والجنكشن زون اسود والمايوميتريوم ايه رمادي بين الاثنين كده. طيب هنيجي بقى المشكله كلها از ات بايكونيوت ولا ايه سبتيت. لما اجي بقى للبايكونيوت والسبتيت انا مليت ولقيت عندي تو كافيتيز ومش عارفه اقول ده بقى بايكونيوت ولا سبتيت، يبقى لازم ارجع للانديسس بتاعتي اللي هم احنا قلناهم الاربعه الايه الديستنس والانجل والاكسترنال فاندل كونتور والسيركمفرنشال يوتراين كونتور. في الهيسترو كل اللي حلت ايه هشيل الاثنين اللي تحت، كل اللي حلت الديستنس والانجل، وهنعرف ان دول مش ريلايبل نهائي الديستنس والانجل. ايه هم عشان نعيد تاني الديستنس بنقيسه منين؟ من دخله التوب دي لدخله التوب دي، وقلنا ان هو حوالي 35 اي ملي. والانجل بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بناخد لاين تانجنشال للانر بارتس بتاعت التو هون زي ما انا رسمه كده، واقيس الانجل اللي بين التو لاينز. هل في النورمال يوترس مسموح لي ان انا الاقي انجل؟ لان اللي قلنا الفاندس فلات او ايه كونفكس. طب هنيجي نقول التيبكال سبتيت ممكن سواء هو كان بارشل سبتم قسم اليوتراين بادي بس او كومبليت سبتم، ده سبتم قسم هنا عندنا ايه البادي والايه والسيرفكس كمان. هل في الاثنين المفروض ان تيبيكلي عشان اقول لو انا بشتغل هيسترو عشان اقول بثقه ان ده سبتيت لازم الديستنس تكون اقل من 2 سم والانجل اقل من 70، يعني كل حاجه صغيره الديستنس اصغر من 35، دي مش اصغر من 35 اصغر من 2، والانجل اللي كانت المفروض تكون اصغر من 70 ديجريز. نعم الديستنس ما هيبقى هنا من دخله التوب دي لدخله التوب دي خلاص. الانجل الطبيعي قلنا المفروض ان ما فيش نعم 180 الانجل يعني لو اعتبرنا نقول 180 يعني ان هي ستريت لاين يعني. طيب ايوه انت تقدر تقيسها؟ انت تقدر تقيسها؟ احنا اتفقنا من الاول الديستنس مش هنقيسها ايه ولا هي بعينينا ولا هي لو شغال على جهاز ديجيتال وعندك مسطره بتقدر تقيس بيها بالجهاز. لا انا بقى استه انا عارفه ان هي العينه دي، انا احنا عندنا جهاز ديجيتال بتاع الاسم عندنا لكن اقصد ان انت في وضعك وانت شايف الصوره كده ما تقيسهاش زي ما قلت لكم، بص اخريكم شويه ثقه عندي عن يعني فيا يعني خلاص. البايكونيوت بقى على العكس، سواء هو كان يونيكولس زي اللي احنا شايفينه او بايكولس زي ده، يعني ده لو ده حد هيقول لي عليه ده دايدلفس، ما هو عندها اثنين بادي واثنين سيرفايكل كانال لكن ماله من ايه؟ من قص واحده صح؟ خلاص. في البايكونيوت الديستنس بتبقى اكتر من 35 والانجل اكتر من 105. طب اسالكوا سؤال، اللي هي لا هي اقل من 2 سم ولا اكتر من 35؟ واحده طلعت 2.5 هقول عليها ايه؟ اشمعنى اخترت السبتيت؟ لا احنا قلنا السبتيت اقل من 2 سم والبايكونيوت اكتر من 35 اللي واقعين في الحته اللي في النص زي الحالتين اللي انا هوريهم لكم دلوقتي اهي دول مثلا لو قسنا الديستنس والانجل فيهم لا هتلاقيها اقل من 2 ولا اكتر من 35 ولا الانجل اقل من 70 ولا هي اكتر من 105. يبقى ساعتها يبقى اللي احنا في النهايه عايزين نقوله ان نقول ان دي ايه دبل كافيتي واعمل لها حاجه ثانيه معايا، اعمل لها حاجه ثانيه. وبالذات بقى لو وريتكم حاله زي دي، انا الحاله دي اول ما شفتها قلت لا دي باي كورنيوت باي كولس، دي الانجل فيها ايه بعيد الديستنس اولا كنت مش عارفه 9 سم ولا 10 سم والانجل هنا تقريبا لو انا حسبت الانجل هتبقى زي ما الدكتور بيقول ايه دي ستريت لاين 180. وتصدقوا بقى ان العيانه دي سبتيت يوترس
مجرد المشكله اللي كانت عندها ان احنا لما عملت لها الالترا ساوند كان عندها مالتيبل مايومز زي شد على الهورنز زي بعداهم كده من بعضهم، كان عندها مايومز مرشقه في كل اليوترس بتاعها. والعينه دي بقول لكم العين لسه بتتابع معانا لغايه دلوقتي، يعني هي دخلت وعملت العمليه وشالت السبتم وبتحاول بقى بيعملوا لها اندكشن عشان تحاول تبقى بريجننت. فهي يعني لو انا شفت ده في الهيسترو هقول للعينه لا والله ده انت عندك بايكوليوسيترس بمنتهى الثقه، ظلمتها ولا ما ظلمتهاش؟ ظلمتها. طب هنا بقى في السونار بتتشخص، لان انا السونار في ده عرفت اجيب ان اليوترس كورونال. عشان نشرح صوره السونار، ده البروب داخل هنا يبقى هنا الفاجينا والسيرفكس وانا طالعه كده على البادي. من الحالات القليله اللي اليوترس جه فيها ايه كورونال، انا شايفه كافيتي منهم اهي اللي انا معلمه عليها وكاتبه اندوميتريوم، والكافيتي بتاعه الثانيه اهي اندوميتريوم. لكن احنا قلنا بنفولو الكافيتي ولا بنفولو المايوميتريوم؟ احنا عشان نقول دي سبتيت ولا بايكونيت بنبص على ايه؟ السهم اللي انا شاورت عليه على المايوميتريوم. همشي مع المايوميتريوم من بره اهو، ماشي عليه ماشي عليه. في اي اندنتيشنز؟ في اي اندنتيشنز؟ لكن لو انت مشيت مع الكافيتي هتلاقي في اندنتيشن. انا ماليش دعوه بالكافيتي، ليه دعوه بالمايوميتريوم. يبقى كانت ستريت فاندس ولا مش ستريت فاندس؟ واحنا قلنا ستريت فاندس ايكوالز ايه؟ اس ايكوالز اس، ستريت ايكوالز سبتيت. خلاص؟ الكافيتي الاندوميتريوم. لو انا شغاله بقى 3 دي الترا ساوند زي كده وقدرت اجيب اليوترس بقى كورونال وشكله واضح، دي كافيتي ودي كافيتي، وهما دوبليكيتد ولا مش دوبليكيتد؟ طب هنقول دي سبتيت ولا بايكونيت على اساس ايه؟ على اساس الكافيتي ولا نمشي مع المايوميتريوم؟ يبقى هنمشي مع المايوميتريوم. المايوميتريوم هنا ستريت ولا في اي اندنتيشن؟ ستريت. وقلنا ستريت ايكوالز ايه؟ سبتيت. ادي واحد تاني ترانس فاجينال الترا ساوند بس برضو اليوترس باين فيه ايه كورونال، دي كافيتي ودي كافيتي. همشي مع الكافيتي ولا مع المايوميتريوم؟ نمشي مع المايوميتريوم اهو. في اي اندنتيشنز في الفانجس؟ يبقى ستريت، يبقى ايه سبتيت. على النقيض بقى دي حاله اهي ترانس فاجينال باي كورنيويت يوترس، ده كافيتي وده كافيتي. حتى لو خدت بالانجل والديستنس، الديستنس هنا دي هل باي حال من الاحوال هتطلع 2 سم؟ حتى لو يعني كده دي كانت حوالي 9 سم ولا كده، والانجل هنا ممكن تبقى اقل من 70 سم، دي اوبتيوس انجل اكيد اكتر من 90 صح. لكن سيبنا من ده كله، ماليش دعوه ولا بالانجل ولا بالديستنس، نمشي مع المايوميتريوم. حاجي المايوميتريوم ماشي من بره، حاجي الاقي هنا ده انا مش وقع مش بس ده انا وقعت ايه جوه حفره صح ورجعت طلعت تاني. همشي هنا مع المايوميتريوم هنلاقي ان احنا بنخش وايه ونلاقي الدنيا ايه بقت في حفره في النص في الفاندس. هقول بقى دي ستريت ولا فيها فيها ايه كونكافيتي، يبقى بقت على طول ايه، يبقى من غير المقاسات لا قيس انجل ولا قيس كده، ابعت العينه تعمل ام ار او 3 دي الترا ساوند هتتشخص. لكن ما ظلمهاش، ومحدش يقول لي اصل الام ار غالي، لان العينه اللي عندها انفرتيليتي دفعت برضو دم قلبها في حاجات ثانيه وتفاهه. لو انا هحل لها مشكلتها بام ار، وبالذات ان ام ار بدون صبغه، وهو زي مش عارفه مين المره اللي فاتت كان بيقول لي مش عارفه في محاضرتكم ولا مين ان هم ركبوا لهم جهاز ام ار، بقوا بيركبوا دلوقتي في مستشفيات وزاره الصحه. فيعني فرصه العينه. طب انتوا بصوا بقى من غير ما تشوفوا التشخيص اللي انا كاتباه لكم تحت، ده ايه بالكورونا الام ار، ادي العينه، وده قلنا الكافيت الاندوميتريوم اللي هو الكافيتي الابيض، والاسود هو الجنكشنال زون. لكن انا همشي مش همشي مع ده ولا ده، همشي مع المايوميتريوم او ستريت ايكوالز ايه سبتيت. ادي حاله ثانيه، دي السبتم واصل قاسم كل اليوترس، يبقى ايه همشي بره ستريت، يبقى ايه على طول سبتيت. نشوف حاله بقى ايه ثانيه، ده امشوا كده مع المايوميتريوم، مشينا مشينا مشينا، هل هو بقى ستريت ولا بقى كونكيف؟ طب في الحاله دي عندها ايه كمان؟ هتقولنا ما هي كاتبه لكم ان هي باي كونيويت يوترس، لكن عندها ايه كمان؟ مين اللي قال الكدني؟ اللي عندها كانت بلفيك هورشو كدني، يعني اكتوبيك هورشو كدني، كانوا الاثنين فيوزد مع بعض جوه ايه اللي هو احنا اللي هي دي دي يعني فيوزد اكتوبيك ايه كدنيس. فكده ما قلت لكم احنا عندنا ساين، انا احنا عشان زي ما قلت لكم احنا في الترانس فاجينال سهل قوي اجيب اليوترس تي اس، بس مش سهل صعب قوي ان انا اجيبه كورونا. فاحنا عندنا بعمل ايه؟ بعمل زي سكاننج كده لليوترس في الترانسفيرس سكشن، لو لقيت الكونتور بتاع اليوترس
continuous زي ما يعني زي ما هو كان straight في ال في الكورون اللي هو برضو حيبقى straight أو preserved circumferential contour بيبقى مع septate uterus. إنما ما جي بص على bicornuate uterus هلاقيه زي واخد figure of eight ده كده في الالتراساوند وكده في الايه في الام ار دول axial باخد axial cut. لا بالترانس فاجينال برضو بالترانس فاجينال تاخد axial cuts. أول ما تلاقيه بقى في indentation في النص بقى شكل figure of eight في الأكزيل خلاص يبقى ايه هو غالبا باي كونيت. وفي الداي دلفس بقى بلاقيهم بعاد خالص عن بعض تلاقي التو هون سيبريت وايه كان كل واحد ايه في ناحيه. بس الساين دي لغايه ما نتاكد يعني من الفاليديتي بتاعتها بس اللي عايز فيه ياخدها كحاجه تساعده في شغله ممكن ايه يستخدمها. نيجي بعد كده للتايب الاخف قوي اللي هو الاركيوتيتو زي ما قلت لكم ده بنشوفه كتير وملوش اهميه قوي. يبقى يدوبك يبقى فيه زي فاندل اندنتيشن كونكافيتي بس مش عامله انجل ولا عامله دوبليكيشن جامد في الايه. وقلت لكم في بعض الكلاسيفيكيشنز لاغيينه خالص وحاطينه سب تايب من السبتيت او من الايه بايكون. وده اخر تايب اللي هو عندنا اللي هو تي شيبت ايه يوترس بيبان كده في الايه في الهيستروسالبنجوم. احنا قلنا احنا كان هدفنا ان احنا نقول هو سبتيت ولا لا ومعاه ابستراكتد سيستم ولا لا. يعني لو انا قلت لكم حاله دي طبعا الابستراكتد سيستم مش هينفع لها الهيستري. يعني محدش يتوقع ان انا اجيب لكم الابستراكتد سيستم بايه بصور هيستري. انا هنشخصها بايه بالالترا ساوند او بالايه بالام ار. يعني العينه دي عندها ايه دي عامله ابدومينال الالترا ساوند عندها ده اليوتراين كافيتي اليوترس واليوتراين كافيتي ايه ديستندد والفاجينا بتاعتها ديستندد بحاجه هيتروجينس كده دي عندها ايه نعم ابستراكتد بايه بقى هل لازم امشي مع اللور ليفل اوف ابستراكشن عشان اقول له هي الابستراكشن فين. الابستراكشن دي كان عندها في اللور فاجينا لان كل الفاجينا بتاعتها ايه ديستندد فدي بقت ايه امبيرفور تايم. اوريكم حاله ثانيه بقى على النقيض من دي هعدي بس كده نبص هنا بقى على الصوره دي عينه عندها اهو الفاجينا واليوترس لكن الديستنشن واصل لغايه ايه الفاجينا في الاب يعني ده السيرفكس وده اليوترس والفاجينا كولابست خالص كده. يبقى الابستراكشن بتاعها عند الايه الابر فاجينا. هل ينفع دي اقول له عندها امبيرفكت تايمنت؟ لا لانه عند الابر فاجينا ايه اللي منطقي ممكن يبقى هنا تبقى عندها سبتم ترانسفيرس فاجينال ايه سبتم سيل. قلنا بقى في عيانين بيبقى الابستراكشن عندهم اسوا من كده يعني حاجه مال ديفلوبمنت. اهي دي عندها ده ساجيتال ام ار عندها اليوترس اهو وبعدين وشايفه الفاجينا ما بين الفاجينا وما بين اليوترس حته رودمنت شايفين الخط ده مش كان المفروض هنا اشوف ابر فاجينا وسيرفايكال كانال. دي عندها ايه اتريزيا في السيرفايكال كانال وفي الابر ايه فاجينا. العين دول بيعملوا لهم زي بول داون كده عمليات بس انا يعني الحقيقه ما اقدرش اخد فيها لاني ما افهمش فيها قوي بس بيعملوا لهم زي توصيله المهم ان هو يدرين ايه اليوترس. حد مش فاهم الصوره دي؟ يعني اهو انا عندي هنا يوترس وفي الكافيتي فيه ديستندد اما اجي لليوترس شايفه بدايه السيرفكس بس مش قادره اشوف ايه كماله السيرفكس وفي نفس الوقت عندي ايه الفاجينا هنا بيتنت عندها لكن ما بين الابر الديستال فاجينا وما بين اليوترس حته اتريتيك اللي هي باينه زي الفتله هنا كده فدي ايه سيرفايكال ايه اتريزيا. العينه دي عندها حاجه كمان احنا قلنا لما الاقي ابستراكتد سيستم ادور على ايه قلنا البلاد بيعمل ايه يخش على البريتونيوم ويعمل لها زي اندومتريوزس. حد شايف اندومتريوزس هنا؟ طب لو وريت لكم صوره احسن من كده شويه ايه السيستات اللي عندها دي ايه السيستات اللي كانت باينه هنا وفيها فلويد ليفل هنا هي نايم ساجيتال ونايمه على ظهرها فالفلويد في فلويد ليفل هنا وفي واحده ثانيه هنا وواحده ثانيه هنا وواحده ثانيه ايه دول كله دول اندومتريومس جوه البلفس كل دول اندومتريوتيك تيشو خلاص واضحه ولا مش واضحه بلفيك اندومتريوزس وهتاخدوها تاني في الام ار الاندومتريوزس. طب نشوف عينه من نوع تاني العينه دي ده البادي بتاعها وعندها سيرفكس وعندها فاجينا بس الفاجينا وقفت هنا ومش بكملتش يبقى عندها الاتريزي عندها في اني حته من الفاجينا الايه الديستال بارت اللي هي الديفلوبمنت بتاعها من الايه من الولفيان ايه اهو لو انا جبتها لكم بالكبير نعم ده اليورينال بلاد ده دي الديستندد فاجينا ما انا جايبها لك اهي بالكبير اهي دي السيرفايكال كانال وعرفنا منين انها ليها ان دي السيرفايكال كانال ليها وول زي اليوترس وبعدين الفاجينا الفاجينا مليانه بحاجه المفروض الفاجينا تبقى كولابس مليانه بحاجه بيضه
وبعدين جايه بلايند اندت وقفت لغايه هنا والعينه دي ما فيش حاجه بعد كده، يبقى دي عندها ديستال ايه فاجينال اتريسي. اليوترس اهو هنا، لا في الصوره الثانيه انا قصدي يعني في كات ساعات تيجي في السيرفكس مش باينه، انا قصدي اجيب الكات ده عشان اكبره عشان ما بين السيرفكس والايه والفاجينا. طب امال ايه اللي فوق اليوترس ده؟ ده الاوفري. اه خلاص، يبقى اخر حاجه بقى عشان نخلص من الكونجنتال انوماليز، ان انا لما يجي لي احنا قلنا اليونيكونيوت ما عندناش مشكله، بتاع ده الاجينيسيس ما عندناش مشكله في تشخيصه، دايما بيبقى عندي المشكله لو لقيت دبل كافيتي. لو دبل كافيتي يبقى هعمل يا اما الترا ساوند يا اما اعمل ام ار ومحدش يشخص بالهيستو، صح؟ الالترا ساوند لو لقيت ان ايكوال هورنز يعني واحد كبير قوي واحد صغير قوي ورودمنتري يبقى انا بتكلم على ايه؟ يونيكونيوت. لقيت تو ايكوال هورنز ومفيش اي كوميونيكيشن بينهم خالص يبقى انا بتكلم على ايه؟ الدايدلفس. اه خلاص، لو لقيت ايكوال هورنز وفي كوميونيكيشن بينهم يبقى عندي تو تشويسز، يا سبتيت يا بايكون. وفي الحاله دي لازم ارجع للانديسس بتاعتي عشان افرق، اللي هي ايه الانديسس؟ الانجل والديستنس قلنا هم ممكن يبقوا مهمين بس اهميتهم ايه؟ قليله. لكن قلنا الاساس الاكسترنال فاندل كونتور والايه والسيركمفرنشال كونتور، وفي اي حاله من دول بنساش وانا بشتغل ان انا ادور على ابستراكتد سيستم او على اسوشيتد ايه رينال انوماليز. خلاص عشان نقفل بقى ايه الكونجنتال ايه انوماليز. تاني حاجه في اليوترس بدور عليها اللي هو الاشرمان سيندروم. ايه هو الاشرمان سيندروم؟ عاده عيانه بتيجي تقول لك ده انا حصل لي ابورشن وعملت دي ان سي وبعد الدي ان سي جالي امينوريا. بيبقى حصل ايه؟ ان وهم بيكحتوا كحتوا الاندوميتريوم زياده او عملوا لها انفكشن، والانفكشن دي حصل فيه بعدها ادهيجنز بوظت الاندوميتريوم لايننج بتاع العين، فتيجي العينه بقى باي شكل من اليوترس. ومن ضمن الحاجات اللي برضو لسه الهيسترو بياخد الابر هاند في التشخيص بتاعها هو الاشرمان سيندروم. هتجيلي عينه هعملها الترا ساوند يا اشوف الادهيجنز اللي في الكافيتي يا ما اشوفهاش، بالام ار ممكن ما تبانش خالص. امتى هتبان لي في الالترا ساوند؟ لو انا حقنا سلاين جوه الكافيتي فلقيت ان الكافيتي فيه ايه فيلينج ديفكت. الاشرمان هيجي شكل يوترس ملخبط ياخد الشكل ده او اي شكل من اللي احنا هنشوفهم، او ياخد ايه الشكل ده اي يوترس ايه بس فيه فيلينج ديفكتس وشكله ايه ملخبط، او يجي لنا ادهيجنز بالمنظر ده ملوش شكل معين ملوش وصف معين غير ان هو حاجه جوه الكافيتي ملخبطه الكافيتي، والعينه دي بالهيستوري بتاعها بتقول لك جالي كذا وحصل لي ايه بعدها ايه امينوريا. في عندي بقى بعض الميسيلينيس ليجنز زي عيانه مثلا عملت سيزيريان سكشن وفي دهيسنس مكان السكار، فاحنا بنعمل الهيستوري يحصل فيلينج مكان السكار دي، ودي حاله تانية اندوميتريال كارسينوما. بس هل احنا دلوقتي بنشخص الاندوميتريال كارسينوما بالهيسترو؟ طبعا لا، لان ولا هعرف اشخصها ولا هعرف اعمل لها ايه ستيجنج اللي هي اهم حاجه. احنا كنا قلنا هنتكلم على ابنورماليتيز اوف شيب والانترايوتراين فيلينج ديفكتس، فاضل لنا الانترايوتراين فيلينج ديفكتس اللي هم قلنا هنتكلم تحتهم على الفايبرويد والبوليبس. هدي هنت على الادنومايوزس عشان من الحاجات المهمه اللي بتتلخبط مع الفايبرويد واحنا شغالين ايه في لا الابنورمال شيب للكافيتي. احنا خلصنا كده الابنورمال شيب الفيلينج ديفكتس، ما تخافوش بقيه المحاضره بتمشي اسهل من الكونجنتال انوميس. الفايبرويدز كل اللي شغال الترا ساوند اكتر تومر بيجي في الفيميل بلفس في هو ايه الفايبرويد. الفايبرويد وبيقولوا ان هو 30%، وانا اعتقد في مصر اكيد اكتر من 30% لان احنا بنقابله كتير جدا، وهو معروف ان هو في كل ما الريسز بقت دار كل ما الانسيدنس بتاع الفايبرويد ايه بتعلى. وعارفين كلنا ان الفايبرويد بتقعد تكبر اول ما العينه تبقى مينوبوزل تبتدي ايه تصغر تاني. بيكلاسيفاي الفايبرويد دي سب يوكس وانتراميورال وسب سيرس، وعشان تبقوا عارفين احنا ساعات الواحد هو شغال يقول ايه مش فارقه مع قوي يعني مكتب له سب يوكس ولا انتراميورال، لا بتفرق لان نوعيه العمليه بتختلف. يعني سب يوكس فايبرويد بتتشال اندوسكوبيكلي مثلا، لكن السب سيرس لازم يفتح ما ينفعش يشيلها هيخش يعني ما ينفعش يخش بمنظار من اليوترس ويطلع يخرم اليوترس عشان يشيل سب سيرس مايوما طالعه من ايه من بره. زائد ان احنا دلوقتي في شغلنا احنا بتوع الاشعه اللي بيشتغل انترفنشنال بيعملوا ايه للمايوماس دلوقتي؟ لما تكون مايوما كبيره بيخافوا ان هم يخشوا فيجي يشيلها يحصل بليدنج فيقول لك لا انا اعمل لها امبولايزيشن. مثلا السب سيرس مايوما ما بيتعمل لهاش امبولايزيشن لان هي ممكن البيديكل بتاعها يحصل له يعني اتروفي يعني او يتقطع، لان هي لما تحصل امبولايزيشن يحصل له ايه؟ يعني اتروفي او فالمايوما تبقى سيبريت تقع جوه ايه؟
اليوترين كافيتي مش هتحصل، هي مش هتشرينك، هتقع باكملها كده جوه ايه الكافيتي. فمهم ان انا احدد له هي ساب ميوكس ولا انترا ميورال ولا ايه ساب سيرس مايوم. وطبعا بالهيسترو حد هيقدر يقول كده؟ احنا كل اللي حلتنا في الهيستوري ان انا هشوف ايه، لو انا عامله بلين في الاول هشوف التيبكال كالسيفيكيشن، ولو انا عامله هيسترو هشوف هقول له بس ايه، هقول له انها حتى هقدر اقول له انها مايوما من اصله، هقول له ان في ايه انترا يوتراين فيلينج ديفكت. طبعا اكتر مايوما بتعمل فيلينج ديفكت اللي هي ايه السب ميوكس، اللي هي زي دي اللي هي السب ميوكس مايوما اللي هي ايميديتلي اندر ايه الاندوميتريوم، مفيش مايوميتريوم محاوطها خالص وانا بشتغل الترا ساوند، هتبان لي كده في الالترا ساوند. واكتر مايوما هتعمل فيلينج ديفكت في الكافيتي. طب السب سيروس والانترا ميورال الفرق ازاي؟ لا في الهيسترو في السونار اه ما انا هقول لك بقى. الانترا ميورال عشان تقول ان هي انترا ميورال لازم تكون شايف مايوميتريوم اور ثرو اراوند المايوما. السب ميوكس لا، لو شفت لو شفت مايوميتريوم قدامها ما بقتش سب ميوكس، بقت مايوميتريال انكروتشنج على الكافيتي، انترستيشال انكروتشنج على الكافيتي. السب سيرس تبقى بس لاين بمايوميتريوم من جوه عكس السب ميوكس. نرجع طيب اوريك هنا احسن على الصوره اللي هي هنا اهي، دي سب ميوكس في مايوميتريوم قصادها، هي داخله جوه الكافيتي بس ما فيش مايوميتريوم قصاد. خد مثلا اللي تحت دي، دي سب ميوكس ودي انا اقول لك هو كاتبها غلط، لان المفروض ان هي ما تبقاش في مايوميتريوم خالص قدامها. دي انترستيشن مايوميتريوم حواليها كلها، دي انترستيشن مايوما او انتراميورال مايوما. ليه؟ لان في مايوميتريوم داير ما يدورها، في مايوميتريوم براها زي ما في جواها. دي سب سيرس ليه؟ لان في مايوميتريوم جواها لكن براها ما فيش، هي لاين بالسيروز. ودي اللي فوق دي اكيد بقت ايه بيدانكليتد سب سيرس. فهمت الفرق؟ يعني السب ميوكس وراها مايوميتريوم ما فيش قدامها مايوميتريوم خالص، الانتراميورال سراوندد باي مايوميتريوم، السب سيرس المايوميتريوم وراها بس مش قدامها، سوري قدامها مش وراها خلاص، وقدامها اقصد ناحيه الكافيتي. فهمت الفرق ولا اه؟ ما ليك حق دي بقى، ساعات لو كبر قوي ما بتقدرش تحدد خالص، بس بالام ار بيبقى اوضح على فكره. الام ار عشان بيبقى المايوما واخده باترن في تي 1 وتي 2 غير المايوميتريوم شويه، فساعات بتقدر تحدد اه يعني دي في اي مايوميتريوم قصادها منها للاندوميتريال كافيتي على طول، فدي بقت ايه سب ميوكس بروجكتنج كلها جوه ايه الكافيتي. مثلا الانتراميورال مايوما ساعات برضو تاندنت، لو هي احنا شفنا انتراميورال ممكن تانكروتش على ايه على الكافيتي، لكن انا هقدر اقول هي ايه في ال في الـ في الـ في الهيسترو ده، انا ممكن في الهيسترو ده اقول ان هو اركيويت يوترس، ما اقولش خالص ان عندها ايه مايوما. فيعني الفالسس بتاعت الهيسترو كتيره، بس عشان ما نبخسوش حقه ما في قلنا ما فيش حاجه تضاهيه في ايه في الفالوبيان تيوبس اه اهي. نبص هنا دي انتراميورال ولا سب ميوكس، انت قول لي بقى دي انتراميورال ولا سب ميوكس. ما تزعلنيش بقى ده حاطط لك خط احمر على الاندوميتريوم، وفي بينه وبينه اهو في ريم رمادي كده بقت انترا خلاص، ده يبقى ما بقت ايه انترا ميورال مايوم. السب سيرس مايومز من المايومز اللي ساعات تكبر قوي وتعمل زي اندنتيشن، لكن انا مش هقدر اقول بالشكل ده هقول انها سب سيرس ولا سب ميوكس كبيره ولا كده، انا هقول ان في ابنورمال شيب للكافيتي وحاجه عامله زي ايه فيلينج ديفكت او اندنتيشن على ايه على الكافيتي، لكن مش هقدر اقول باي اشكال بقى تيجي المايومز. بصوا بقى في الام ار الوضع مش كده، ده انا بالعكس بقدر بقى ايه اقول ده المايوما دي في انهي حته بالظبط. يعني اهو لو مسكنا واحده زي الكبيره دي عايزين تسموها ايه؟ انا هفضل اسالك بقى لغايه ما انت قول لي بقى انت اللي جبته لنفسك اه دي سب سيرس. طب ودي ممكن انترستيشل لو انا قدرت اشوف ايه اه يعني ممكن تبقى سب سير، بس هي في الاغلب انترستيشل لان في ريم خفيف حواليها. طب دي ايه؟ طب انت شايف اي سب ميوكس مايوما في اللي احنا شايفينهم؟ لا ولا واحده منهم تنفع تبقى ايه سب، بس على الاقل قدرت ايه الوكيت ايه المايوما موجوده فين. طيب لو بصينا هنا ده تي 1 ولا تي 2 اللي احنا كنا شايفينه هنا؟ دي المايوما اتبنت فيه ايه؟ اسود صح؟ طب لو انا جينا عملنا ولقينا طب ده الاول تي 1 ولا تي 2؟ لا احنا بنقول بص على البلادر، البلادر فيها ميه بيضه صح؟ لقيت المايوما بنت لي هنا ايه؟ بيضة. طب وهنا ده برضو تي 1 ولا تي 2؟ تي 2 عشان شايفه البلادر ايه؟ بيضة.
طب الميوما بنت لي هنا في بيض بيض، يبقى في معلومه زياده كمان ما قدرتش اخدها من الهيستو، هي الميوما دي فيها ديجنريشن ولا ما فيهاش؟ قدرت تاخد المعلومه دي من الهيستو؟ ما قدرتش. فانا بوريكم ميزات الام ار عن الهيسترو في حالات الميوما. تبقى ديجنريتد. في بقى واحنا شغالين كتير قوي في الـ في الـ في اللي بيشتغل فيكم الترا ساوند بره، اي بالك يوترس يجي لكم بتقولوا عليه ميوما، ودي من الحاجات على فكره اللي برضو من الحاجات اللي احنا بنظلم فيها العيانين قوي. عندي انتيتي تاني اللي هو الادينومايوزس، اللي هو لو عملت له الهيسترو هيبان بالشكل ده، حاجه نون سبيسيفيك، تلاقي الاوتلاين بتاع اليوتراين كافيتي الريجولر كده، بس بالهيسترو سالبنجوجرافي والام ار بيدينا سبيسيفيك بيكتشر المفروض ان انا اعرفها. نص الناس وهي شغاله او نص حالات الادينومايوزس اللي بيقع نصيبهم ان هم يعملوا ترانس فاجينال الترا ساوند الاول بيتشخصوا فايبرويد يوترس، يقول لك ده بالك يوترس والاوتلاين بتاعه ويفي يبقى ايه فايبرويد. ما حدش يشخص فايبرويد الا اذا كان قادر يشاور على حاجه في المايومتريوم يقول اهي دي في ايه فايبرويد يوترس. وعشان تبقوا عارفين ان العينه دي بتتظلم، عينه الفايبرويد يوترس احنا لسه بنقول يا هيعملوا لها امبولايزيشن يا اما ممكن يعمل لها مايومكتومي، والابروتش هيختلف. عينه الادينومايوزس عينه مش بتبقى تريتد سيرجيكالي، في حالات قليله قوي بيخش يعملوا ديبالكينج لو الادينومايوزس كتير قوي، لكن اغلبيه عيانين الادينومايوزس بياخدوا حاجه زي الاندومتريوز، بيدوهم حاجه زي كونتراسبتيف بيلز كده كورس معين، وبعد بيعمل زي سبريشن للاكتوبيك. هو ايه الادينومايوزس؟ هو اكتوبيك اندوميتريال تيشو موجود في المايوميتريوم، فدي بيدوها شويه كونتراسبتيف بيلز لمده كذا شهر زي بيعمل سبريشن للاندوميتريوم اللي موجود اكتوبيك ده، وبعدها تقدر تبقى بريجننت. يبقى انا ظلمتها ولا لا اما اقول لها انت عندك مايوما ولا عندك ادينومايوزس؟ ظلمتها. لو مش قادر وانت شغال في الترانس فاجينال تشاور وتقول دي مايوما ومقاسها طولها كذا وعرضها كذا، يبقى نعمل لها حاجه ثانيه. ايه اللي دايجنوستيك خالص فيها بقى؟ الام ار. الام ار هو الشكل اللي احنا شايفينه ده تيبيكال ليها. الادينومايوزس ايه الساينز بتاعته اللي بتخليني اقول ان ده ادينومايوزس في الام ار؟ اولا ان انا الاقيه هو بالكي يوترس، بالكي، وانا عارفه ان هو بالكي قبل ما ابعته، ان هو انا عامله لها ترانس فاجينال وعارفه ان هو بالكي يوترس. هلاقي البالك يوترس ده فيه اسيمتري، ممكن الانتيرير وول هو اللي يبقى تخين قوي والبوستيرير وول هو اللي يبقى رفيع او العكس. فاكرين الجنكشنال زون؟ لا، كنا بنشاور عليه ونقول الخط الاسود ده، حد يشاور لي على الخط الاسود ده هنا؟ بقى ايه ال ديفايند كده؟ لا، هو مش موجود، هو موجود وتخن زياده بس بقى ال ديفايند. يعني عايزه اقول لكم ان كل ده، كل من هنا لغايه هنا ده، كل ده الجنكشنال زون، هو تخن زيادة قوي اكتر من 12 ملي، وفي نفس الوقت بقى ايه ديفايند، بقى مايع، ما اقدرش اشوف حدوده بينه وبين ده. على فكرة دي الهول مارك بتاعت الدايجنوز، لقي ثيكند ال ديفايند جنكشنال زون. زائد حاجة كمان احنا كلنا شايفين ايه اللي هو عمال يشاور عليه ده؟ تلاقيكو جوه المايوميتريم في سيست. السيست دي لو انا بعت العيانة تعمل ام ار وقت ما هي عندها المنستريشن، هتلاقوا احنا عشان نعرف بلاد في الام ار بنشوفه في ايه؟ تي 1 بيبقى ايه؟ بيبقى برايت. ابعتها تعمل الام ار وهي وقت المنستريشن، هنلاقي السيست دي كلها مليانه ايه في التي 1، تلاقيها كلها برايت في الايه في التي 1. يبقى ايه الساينز اللي انا اقولها ان انا شخص ادينومايوزس مش فايبرويد؟ اول واحد فيهم ان انا ما اشوفش ايه فايبرويدز ويل ديفايند وكده. تاني حاجه قلنا اهم ساين الجنكشن بالك يوترس، بعدين جنكشنال زون ثيك وال ديفايند، والاقي عندها اندوميتريال ايه سيست. خلاص بليز بقى ما حدش ينساهم يعني. لا لا، تقيسها من اي حته، من اضخم حته فيها بقى. يعني انت عندك هنا ده اضخم حته فيها، قادره اشوف الاوتلاين بتاعها، يعني قادره اقول ان هي من هنا لغايه هنا. لو اكتر من 12 ده خلاص. لا، ما هو احنا قلنا الادينومايوز ساعات بيبقى عاده بيجي على ناحيه والناحيه التانيه، فاحنا عندنا هنا الوول ده بريزرف تقريبا. يعني لو انا خبيت لك بقيه اليوترس وجينا بصينا هنا جنكشنال زون رفيع والمايوميتريوم كويس، المايوميتريوم بايظ فين؟ هنا وهنا وهنا كده، قصاده هيبقى ايه الجنكشنال زون. الجنكشنال زون بيبان تخين بس مش دايما في السونار. يعني السونار برضو له حالات، يعني ساعات بتلاقي نفسك شغال 10 حالات سونار، 9 ماشيين معاك زي الفل، وتيجي واحده ساعات انا بحس ان بعض الناس كمان التيشوز بتاعتهم بتبقى مش مريحه. يعني حتى ساعات تيجي تشوف الليفر والكدني اللي هم الاي بي سي في الالترا ساوند، تلاقي نفسك مش عارف تشوفه. في ناس بتبقى التيشوز بتاعتهم مش مريحه في الشوافه.
تاني فيلينج ديفكت اللي هو البوليب. والبوليب هيفرق عننا في حاجه عن الميوما، هي هتبان لي كايه فيلينج ديفكت. امال هفرقه بايه؟ هفرقه برضو بالالترا ساوند او بالام ار. البوليب بيجي عاده عن نتيجه عن احنا قلنا الاستروجين هو اللي مسؤول عن الايه بروليفريشن، عينها تاخد هرمونال ريبليسمنت مثلا، او عندها لسبب ما البروجسترون واطي والاستروجين عالي. البوليبس دي بتاخد يا اما شكل يا اما تبقى بيدانكليتد يا اما سيسايد. لكن في اي احوالها انا في الهيسترو مش هقدر اشوف اكتر من ان انا هشوف فيلينج ديفكتس. هقدر اقول ايه الفيلينج ديفكت؟ مش هقدر اقول غير ان عندي فيلينج ايه ديفكت. ممكن تبقى سنجل، ممكن تبقى مالتيبل. لو لقيت كده يبقى الجا للايه للالترا ساوند. في الالترا ساوند العادي ساعات ما اعرفش افرق البوليب من سكند اندوميتريوم. امال انا عامله ايه هنا؟ مش انا اللي عاملاه، يعني اللي عامل هنا عامل ايه؟ هانسلاين، ده اللي هي بنسميه سونو هيستروج. لما هانسلاين هبص الاقي اعمل ديلينيشن للايه للبوليب. طب الصوره اللي بتطلع دي مش هتقول اكتر من ان في سكند اندوميتريوم، مش هتقدر تقع. خلاص لو شغال بقى الترا ساوند في دوبلر، شغل الدوبلر كاركترستيكلي البوليب. اي بوليب كنا بناخد في الباثولوجي انها ايه سنترال فاسكولار باديكل وسراوندد باي كولامنر ايه ابيثيليوم. يبقى الفاسكولار باديكل ده هقدر اشوف ان داخلها ايه فاسكولار باديكل، فهقدر اعرف ان هي ايه بوليب. نتنقل بقى للحاجه الثانيه اللي هو مهم فيها الهيسترو اللي هو الفالوبيان تيوبس. وزي ما قلنا الفالوبيان تيوبس بنعلق على ايه فيها؟ احنا قلنا الكاليبر وفي سبيل، ولما اقول في سبيل يعني معناها ان هي ايه بيتنت. وقلنا لو قدرت اشوف الميوكوزال فولز يبقى احاول اشوفها عشان اقول التيوب دي بيتنت ولا مش بيتنت. وقلنا الفولز لازم تكون ماشيه بارلل للايه لللونجيتودينال سبان بتاع التيوب. طيب لو جينا شفنا التيوبس دي، انا حقنت وقعدت احقن وبعدين ما حصلش عندي اي سبيل، يعني نو سبيل ايكوالز ايه اوبستراكتد ايه تيوبس. اسلك التيوب دي ولا لا؟ يبقى احاول ابص على الايه في فيلم زي ده مش هقدر اشوف طبعا. يعني بتعتمد انا مشتغل على اني جهاز، كل ما الريزولوشن بتاع الجهاز كان احسن كل ما قدرت انا اشوف الميكوزر. لو قدرت اديله المعلومه دي يبقى ايه اديها له. برده دي عندنا ايه دي هنا بقى ابستراكت تيوب وبقت فيها ايه هايدرو ايه سالب. التيوب دي كمان اتملت بفلويد وبقت ايه دايليتد. ما هوريها لك، لا مش باينه. يعني لو انا اديتك التيوبس دي وسالتك هتوبريت في اول صوره دي ولا في تاني صوره؟ هنوبريت في دي لان الميوكوزال فولز فيها شكلها ايه ملخبط، انما في الثانيه هنا هنوبريت ولا مش هنوبريت؟ يبقى يبقى دي الكوبل ستون ميوكوزال هي شكلها ملخبط، مش هعمل له ايه عمليه، انما في اللي هي فيها اللونجيتودينال فولز هعمل لها ايه عمليه. التوبركل السالبنجايتس دلوقتي ما بقيناش بنشوفه غير نادر قوي بصراحه، كان زمان بيتشاف وبيجي باشكال كتيره. فاكره ما قلنا الكونفوليوشنز بتاعه التيوبس دي مهمه قوي؟ تيجي تلاقي التيوب ما بقتش فيها الكونفوليوشنز دي، بقت ايه زي ما تكون ستريت بايب ستم، يعني كانها مركبه ماسوره هنا وماسوره هنا ايه في اليوترس، وتبقى واقفه كده. ولو انا جيت وانا بشتغل الهيسترو قعدت احاول احرك اليوترس هتلاقي كل انتوا ساعات اليوترس يبقى متني، فاحنا نشد على السيرفكس فاليوترس يتفرد. ودي حاجه من الحاجات المهمه ان وانا بصور لازم اشد على السيرفكس عشان اليوترس ايه يتفرد. اجي اشد على اليوترس الاقي كل الدنيا زي ما تكون ايه متخشبه والفالوبيان تيوبس دي ما ايه ما بتتحركش خالص. ممكن عشان التيوبس دي ما بتملاش كفايه وما هيش ديستنسبل كفايه يحصل معايا ايه انترافازيشن، او ان انا الاقي في عندي في السيرفايكل كانال الاقي في سيرفايكل كريبتس بتملى ايه بالصبغه. واكتر حاجه يمكن معروفه في الكتب اللي هي السو توث ابييرنس بتاعه الفالوبيان تيوبس، اللي هي تلاقي التيوبس كانها ايه مشرشره. يعني اشكال كتيره بيديها تي بي، بس حاليا انا الصراحه يعني بقالي سنين بصراحه ما شفتش. يعني حتى الحالات اللي عندنا في القصر العيني اغلبها في الارشيف بتاع الاساتذه، يعني واخدينها من الاساتذه الكبار، لكن دلوقتي ما بشوفش خالص التي بي سالبنجايتس. وبرده كان يقول لك ان التيوب يبقى شكلها ايه زي الساسج شيب كده، ان هي تبقى ايه زي البيدد بين الادهيجنز، حته دايليتد وحته ايه ابستراكت. لا ما قلت لك مش لازم يكون الكواليتي كويسه عشان تشوف ال لا ده التوب دي كونفوليوتد ولازقه في بعضها. الصوره اللي قبل دي مش ده نفس المنظر اللي شفناه ما هو المنظر مش سبيسيفيك. ما هو هتقول ان في راكد اوت لاين كده في
في انتيتي تاني اللي هو السلفنجايتس اسمه كانودوزا، بنشوفه بس بنشوفه نادر قوي، بيبقى زي بيقولوا ان هو من ريبيتد انفكشنز بيحصل زي هايبرتروفي في الماسلز اللي لايننج الفالوبيان تيوبز، الماسلز اللي هي الماي فايبرز اللي في الفالوبيان تيوب، فتعمل لنا زي سودو دايفرتيكل تدي يمكن اكتر شكل ليها، مش اللي احنا شايفينه، اكتر شكل ليها يبقى اللي هو ده التيبيكال لو ان يعني تلاقي الفالوبيان تيوب زي ما يكون فيها ايه سودو دايفرتيكلي اول ثرو اللينث، وبنشوفه بس نادر قوي يعني مش كتير قوي ان هو يجي لنا حاله فيها سالبنجايتس ازم كانودوس. اخر حاجه بقى هنتكلم عليه اللي هو البلفيك ادهيجنز، زي ما انا بقدر احكم ان التيوب دي بلوكت وان في ان فيها ادهيجنز التيوب، بقدر احكم على البلفيك كافيتي نفسه. عندي ثلاثة ساينز لو انا شفتهم لازم هشخص ان العينة دي مش بس عندها تشوب الادهيجنز، دي عندها ادهيجنز جوه البلبس. اول ساين منهم فاكرين في اول محاضرة قلت لكم الفالوبين تشوبس بيبقوا واقفين عاملين ايه كده، لو لقيت الفالوبين تشوبس اليوترس حاطت ايديه جنبي كده يعني الفالوبين تشوبس جنبي، يعني التشوبس دي فيرتيكالي اورينتد، يعني معناها ان في حاجة في البلبس شدت على التشوبس غيرت ايه المسار بتاعهم. وفي ساين احنا كلنا عارفينها ان انا في السمير او في الاقي ايه في لوكيوليشن للداي. وتالت ساين انا بعمله وانا شغاله ان انا اشد على اليوترس الاقي اليوترس زي ما يكون فروزن كده في مكانه. دي الثلاثه ساينز دول مع بعض مينز ان العينه دي عندها ايه بلفيك اديشنز. هو ايه السمير ده احنا قلناه في الاول خالص اللي هو بعد ما بتحقن بيحصل سبيل، وبعدين تقلب العينه تشيل كل حاجه وتقلب العينه وتصور فيلم اللي هو تشوف توزيع الصبغه في البلفيك كافيتي. لا دي فيها دايليتيشن للديستال اند ولوكيوليشن حوالين الديستال اند اوف ذا تيوب، ففي عندي كونتراست لوكيوليشن وفيرتيكالي اورينتد تيوبس وفيكست يوتراين تيوبس، يبقى معناها ان هو العينه دي عندها ايه بلفيك اديز. هختبركم كده بكام حاله قبل ما ناخد ايه الريست ايه علشان هو الساعه كام دلوقتي؟ طب احنا عايزين 12 بالظبط احسن، انا لازم يعني واحده امشي ف 12 ان شاء الله عايزين نبتدي. طب ايه الدايجنوزس هنا؟ نتكلم احنا من اول حاجه بنبص عليها اليوترس ده ايه اركيوت يوترس، ما فيهوش اي حاجه خالص، انا لسه بحقن الصبغه عماله انت بتحكم على لوكيليشن اكتر في السمير وكده، احنا لسه بحقن الصبغه عماله تنزل وما حاولتش اوزعها وشفت هي بتتوزع ولا لا. ده سيمبل اركيوت يوترس ده ايه ليه هتقول بقى بايكورنيوت؟ لا طيب وبص بقى على الهيسترو ايه ده؟ فيلينج ديفكت له منظر ولا له شكل؟ قلنا ايه اللي بيجي جوه اليوترس يلخبط شكله من جوه؟ ادهيجنز. وفي دليل تاني في الصوره ان العينه دي عندها ادهيجنز، التيوب دي بلوكت وحصل عندنا شويه ايه؟ انترا ايه؟ فازيشن. انترا يوتراين ساينيك. طب ده ايه؟ انا مغششه لكم يعني. سبتيت وليه طب ليه قلنا سبتيت؟ هل على الهيسترو؟ على الهيسترو هقف واقول ايه؟ دبل كافيتي، انما هنا لقيت الكونتور ماله؟ ستريت. طب دي ايه الدايجنوزس بتاعنا؟ شكل الكافيتي مريح؟ شكله غريب صح؟ وبصوا على ده انا مش بتاع مشاور، في تيوب منهم مش ماليه خالص؟ وتشوف اللي ماليه عامله ايه كونترست زي هي دايليتد والكونترست مش عارف يتحرك يعني مش راضي يروح اي حته غير حواليها، والتوب دي اللي هي ماليه ماشيه بالعرض ولا كمان جايه نازله شويه؟ يبقى دي ايه بلفيك ايه ادهيجنز. طب هنا واتس يور دايجنوزس هنا؟ دايدلف. بعاد خالص، وحتى لما بصينا على السيرفايكال كانال في اي صله بين الاثنين؟ السيرفايكال كانال دي لوحدها ودي لوحدها ودي لوحدها، والتو هورنز بعاد خالص عن بعض، يبقى ده ايه دايدلفس ايه يوترس. انا بس عشان اتاكد ان احنا فهمنا الاول ده ايه سبتيت، وده ايه بايكونت ايه بايكولس صح؟ ده ايه سبتيت وده بايكونس، وقلنا ليه بايكونت بايكولس عشان في تو سيرفايكال ايه كانالز. طب ده ايه بس كده هيدروسالبنكس؟ هو ديفورمد صح؟ ديفورمد يوترس ومع هيدروسالبنكس، بس هقول هيدروسالبنكس ولا في كمان حاجه كمان؟
البلفيك اديجنز. وليه ليه قلنا اديجن الفالوبيا؟ نشوف شكلها ايه فيرتيكال. ولو قلت لكم وانا شغاله لقيت اليوترس ده ما بيتحركش يبقى لان عندها ايه؟ عندها ايه؟ يوتراين اديجنز وفالوبيا نشوف اديجنز بلفيك ايه اديجنز الثلاثه. طب ده في فايبرويد وفي توب دبل كافيتي. دبل كافيتي ايه؟ بايكورنيو. حد عايز يقول سبتيت؟ لا خالص. ليه؟ لان عندي ايه؟ حفره في الفاندس. انتوا كده طمنتوني ان على الاقل ايه المعلومات وقف. طب نبص على دي. لا سب ايه بقى؟ طب راجع انت عايز تقول على دي سب يوكس. طب طيب هنسيبنا من دي شويه خلاص. نبص على الصغيره دي، دي سب سير. طب دي، طب ليه قلت لا انا عايزه بقى هو يجاوب عشان هو قال بثقه قوي سب يوكس. طب ليه ما تقولش عليها طالب؟ بص انا هقول لك ان هي طالب، انا هقول لك ان هي طالب خلاص. بس انت حاول بقى تدور كده تقولي ليه ليه انا واثقه قوي انها طالب ما هيش سبمنتس مايوم. ايه ايوه جانكشنال زون. الجانكشنال زون ده قلنا بيعلم الاندوميتريوم من المايوم. دي طالعه قدام ولا ورا؟ قدام ولا ورا؟ قدامه يعني جوه الكافيتي. والجنكشن زون وراه هي ممكن مايوما تطلع من حته مايوميتريوم قدام الجنكشن. اذا كان الجنكشن زون ده اخر حد فيه. فهمتوا الفرق؟ يبقى دي ايه بوليب وعندها ايه سبسيرس ايه مايوما. طب ده ايه بقى سبوت دايجنوست كده لما تشوفوه؟ لما نشوفه كده على طول هنقول ايه ادونو ايه مايو. ما حدش بقى ينسى ايه شكله. مش عارفه فيه تاني ولا ايه. طب دي يعني دي هي دي بلفيك اديشنز بس مش واضحه قوي بس كده.